نبدأ إذن اليوم الثاني. جلسة اليوم الثاني ستكون حول الحقوق الفردية في رهانات السياسة والتنمية. هذه الجلسة ستكون مجال للنقاش حول إذا شئنا مسارات الإصلاح في سياقات مختلفة في منطقتنا العربية. نعرف جيدا أن منظومة حقوق الإنسان قطعت عبر التاريخ مسيرة طويلة وصعبة حتى تتشكل في بعدها الكوني والشامل والمترابط، ولكن نعرف أيضا أن هذه المنظومة لا تزال محل احتراز، لا تزال محل رفض في العديد من الأحيان في مجالنا الثقافي باسم الدين، باسم الخصوصية الحضارية. وهذا الموقف المعادي يشمل أساسا ويستهدف أساسا الحريات الفردية، وهي مجموع الحقوق والحريات الجسدية والفكرية اللصيقة بالفرد، والتي لا تحتاج لإطار جماعي لكي تمارس، وهي لا تتطلب أكثر من إقرار الدولة بها وتنظيمها عبر قوانينها والامتناع عن القيام بما من شأنه أن يضيق عليها أو يقيدها. نعرف أيضا أنه في هذا الموقف المعادي هو في حقيقة الأمر رجع صدى لمنظومة فكرية، منظومة عقائدية موغلة في القدم، لا تعترف بالفرد، لا تعترف بحقوقه، ويعني تعلي الجماعة على الفرد. وهذا بطبيعة يعني يمكن أن نفهم أنه في ظل ثقافة ميزها فكر الإجماع، من الصعب أن إذن يتم الاعتراف بفردانية الفرد وبحقه في أن يكون مختلفا في مسألة التنوع، مسألة قبول التعددية، قبول الاختلاف، يعني تحرير الفرد من سطوة ممكن الدين. هذه كلها مسائل تطرح في أو سنحاول طرحها في هذه الجلسة الأولى. الجلسة الأولى إذن ستكون يعني فرصة للاطلاع على تجارب مهمة، أعتبر أنها مهمة في إذن تحرير الفرد من هذه المنظومة، مدى النجاح في ذلك، مدى الفشل في تحقيق إذن هذه المساعي الهادفة إلى الإصلاح. يعني في مرحلة أولى ستحدثنا الأستاذة سلوى الحمروني عن التجربة التونسية فيما يتعلق بالحريات الفردية، والتي ترجع إلى القرن 19، بوادرها كانت مع عهد الأمان. إذن الحرية الفردية في تونس بين عهد الأمان وما تقتضيه منظومة حقوق الإنسان. في مرحلة ثانية سيحدثنا الأستاذ حيدر سعيد عن التجربة العراقية حول قوانين الأحوال الشخصية باعتبارها فضاء لمواجهة العلمنة. إذن إليك الكلمة أستاذة سلوى. شكرا السيدة الرئيسة، صباح الخير جميعا. أود في البداية أن أشكر منظمي هذا اللقاء وبالتحديد الأستاذ المودي الأحمر اللي وجه لي الدعوة. أود أيضا أن أعتذر للزملاء الذين قدموا يوم أمس تدخلاتهم لأني لم أكن بتونس ولم أتمكن من الاستماع إليهم. في الواقع سأتحدث أو اقترحت أن أتحدث عن مسألة الحريات الفردية، أو طلب مني أن أتحدث عن الحريات الفردية في علاقتها بالحركة الإصلاحية وفي مدى علاقتها بالحركة الإصلاحية في تونس. سأحاول أن أتناول هذه المسألة بشيء من بعجالة إن شئنا، وأرجع إلى بعض المسائل في النقاش. أريد أيضا أن أبين أنني سأتحدث حول لا فقط حول الحرية الفردية، ولكن حول وجه آخر من وجه الحرية، وهو عدم التمييز في التمتع بالحريات وبالحرية الفردية بالتحديد، وهذا سيحيلني إلى نوعا ما إلى مسألة المساواة. إذن بعد الاطلاع على عهد الأمان الصادر في 10 سبتمبر 1857، ودستور 26 أبريل 1861، ودستور 1 جوان 1959 فيما تضمنته من أحكام حامية للحقوق والحريات،
وتأسيسا على دستور 27 جانفي 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان الموافق والمصادق عليها من الجمهورية التونسية، صادق مجلس نواب الشعب على الأحكام التالية التي جمعت في تأليف واحد باسم مجلة الحقوق والحريات الفردية. هكذا أشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة مقترحها مشروع قانون مجلة الحريات الفردية، وهو اليوم مشروع لازال أمام مجلس نواب الشعب بعد أن تم تقديمه من قبل 10 نواب. ولعله من المهم التذكير بأن الاطلاعات في النصوص القانونية واجبة فقط للنصوص التي تصدرها السلطة التنفيذية، وذلك حتى تبين النصوص العليا التي اتخذتها أساسا قانونيا لها، وأن هذه الاطلاعات هي في الواقع غير معمول بها في مجال القانون، يعني في مشروع قانون لا نضطر لهذا النوع من الاطلاعات. وتعد هذه القاعدة عامة لأن النصوص التنفيذية تحتاج إبراز النصوص الأعلى منها درجة، أما النصوص التشريعية فهي ملزمة فقط باحترام إرادة السلطة التأسيسية كما تم التعبير عنها من خلال الدستور. لكن نظريا لا شيء يمنع هذا ولا شيء يمنع النص التشريعي من إبراز الأسس الدستورية التي اعتمدها، رغم اهتمام القاضي الدستوري بنفس المسألة عند مراقبته دستورية قانون ما. في كل الحالات رأت لجنة الحريات الفردية والمساواة ضرورة الإعلان الرمزي، وأقول الرمزي، عن مسألتين مختلفتين وهامتين. الرمزية الأولى هي ما يمثله مشروع مجلة الحرية الفردية من امتداد لكل المحاولات الإصلاحية التي شهدتها تونس منذ منتصف القرن 19، بداية من عتق العبيد ووصولا إلى دستور الجمهورية الثانية ومرورا بعهد الأمان وبدستور 1861. أما الرمزية الثانية فتكمن في استعمال كلمة تأسيسا قبل، وذلك قبل تحديد المرجعية القانونية التي بنى عليها المشروع، وهي متكونة أساسا من دستور 27 جانفي 2014 الذي أحال بدوره للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ويأتي هذا التمشي في إطار النص المحدث للجنة الحقوق الفردية والمساواة، وهو الأمر الرئاسي المؤرخ في 13 أوت 2017 الذي اقتضى أنه تحدث لجنة لدى رئيس الجمهورية تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الدولية في مادة حقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحرية والمساواة. لقد بين النص المؤسس للجنة إذن المرجعيات التي وجب على هذه الأخيرة الاعتماد عليها لإعداد مقترحاتها، وهو ما قامت به فعلا، وهو ما نجده في كامل التقرير وخاصة في الجداول التحليلية لمسألتي الحرية والمساواة. السؤال المطروح إذن هو إبراز ما في التقرير من امتداد لإرثنا الحضاري الإصلاحي وما فيه من انفتاح في نفس الوقت على حقوق الإنسان الكونية، وذلك من خلال مسألتي الحرية والمساواة. أريد أن أذكر فقط أن أنطلق من هنا أذكر بما جاء في توطئة الدستور، ونحن نعلم أن توطئة الدستور لها نفس قيمة كل الدستور، ولكن ربما أهمية التوطئة تكمن إذن أيضا في بعدها التأسيسي، يعني التوطئة تلخص تقريبا الفلسفة التي انبنى عليها الدستور. الفقرة الثانية من التوطئة تقول: وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقومات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية. تلخص أو
تلخص هذه الفقرة تقريبا كل ما سنتحدث عنه بين هذه محاولة الموازنة بين الإرث الحضاري الإصلاحي، بين الجانب النير في هذا الإرث وبين وهو ما يهم الخصوصية التونسية، وبين الموروث الإنساني أو الكوني لحقوق الإنسان. أبدأ إذن بمسألة الحرية في حد ذاتها. عرف مشروع المجلة حقوق الحرية الفردية الحرية الفردية بأنها الحقوق والحريات التي تهدف إلى حماية الفرد بصفته تلك، أو التي يحتاج في ممارستها إلى مشاركة غيره. وقد لا نحتاج التذكير هنا بأن كل فلسفات الأنوار وجل منظري العقد الاجتماعي انطلقوا من فكرة تحرير الفرد كشرط من شروط العقد الاجتماعي. فضمان الحرية المدنية للفرد جاء بإخراجه من حالة الطبيعة وإدماجه داخل جسم اجتماعي تشكلت من خلاله الدولة. ونجد إقرارا مباشرا لهذه الفكرة من خلال الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن. أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فلقد جاء في فصله الأول: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. والحرية في معناها الأول تعني عدم إمكانية تملك الناس لبعضهم البعض، وهو المعنى الأولي لمفهوم الحرية. وهذا ما يحيلنا إلى مسألة هامة إلى حد اليوم، كانت هامة ولا تزال هامة ولكن بشكل آخر، وهي مسألة عتق العبيد، ما كنا نعبر عنه قديما عتق العبيد، وما نعبر عنه اليوم منع استرقاق البشر. كما تفترض الحرية العديد من الحقوق تتعلق أساسا بالأمان وما يترتب عنه من حقوق قضائية، وهنا أتحدث عن الحرية في علاقتها بالأمان القانوني. أولا إذن من منع الرق إلى منع الاسترقاق. نص الفصل 23 من مشروع مجلة الحرية الفردية على أن لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده أو إخضاعه للخدمة قسرا. قد يبدو من الغريب أن يشكل الاسترقاق موضوع منع في القرن 21، والحال أن تونس كانت سباقة في وضع حد للعبودية. إن المتأمل لمسألتي الحرية والمساواة في تونس يرى أنها شكلت محور اهتمام النخب التونسية منذ ما قبل الاستعمار، وأن التمشي كان دائما تدريجيا وإن كان متعثرا في بعض الحالات. ولا يخفى على أحد أن الحركة الإصلاحية في تونس تعود إلى منتصف القرن 19، وهي حركة تداخلت فيها العوامل الداخلية بالخارجية والعوامل الموضوعية بالذاتية. كما لا يخفى على أحد أن زخم المعرفة الذي ميز هذه الفترة كان متزامنا مع إرادة التدرج في القيام بالإصلاحات الضرورية، وذلك قدوة بمن تقدم على تونس في هذا المجال. لقد سبق عهد الأمان العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منها ما سبقت فيه تونس العديد من الدول الأوروبية مثلا، وهو الحال في مسألة عتق العبيد. لقد حدثنا ابن أبي الضياف في إتحال أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان أن أحمد باي الأول بدأ مسار إلغاء الرق منذ 6 سبتمبر 1841، وأمر بمنع الاتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة وخاصة في سوق البركة، ثم أصدر أمرا في ديسمبر 1842 يعتبر من يولد بالتراب التونسي حرا ولا يباع ولا يشترى. وأضاف معاصر هذه الفترة أن لهذا البي، هذا على لسان ابن أبي الضياف، لهذا البي في ظاهر حاله شيء من الميل بطبعه إلى الحضارة التي أساسها وملاك أمرها الحرية، ولم يأمر بذلك دفعة واحدة بل تدرج إلى الوصول إليه. ومن هنا صدر الأمر العالي بتاريخ 23 جانفي 1846، متعلقا بعتق كل من أراد ذلك، معتبرا أن هذا الأمر هو في صالح الأسياد وفي صالح العبيد. ورأينا مؤخرا أن تونس قررت أن يكون يوم 23 جانفي هو يوم إعلان يعني الاحتفال بهذا الأمر في نفس التاريخ من كل سنة. ولقد ذكر بعض المؤرخين أن هذا الأمر أثار انتقاد بعض علماء الدين، بعض الجهات التونسية وبعض القبائل أيضا،
وبقيت مسألة العبودية مطروحة في تونس إلى صدور الأمر العلي المؤرخ في 29 مايو 1890 في عهد علي بي الثالث، الذي نص على جمع الأحكام المتعلقة بإبطال العبودية بهذا النص. الفصل الأول يقول: لا عبودية بمملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، فكل إنسان حر مهما كان جنسه أو لونه، ومن يقع عليه ما يمنع حريته أو يخالفها فله أن يرفع أمره للمحاكم. ولكن أيضا أحيل إلى بداية أو تقديم هذا الأمر، حيث يقول النص: ولما كانت المقاصد الجليلة التي بني عليها الأمر المؤرخ في 23 جان في 1846، دونك هناك إحالة وتذكير بأمر 1846، مما يهمنا إدراكها، وكان من المفيد أيضا أن نجمع في أمر واحد جميع الأحكام المتعلقة بإبطال العبودية بمملكتنا ومعاقبة من يخالفهم. دونك هناك تطور بالنسبة للأمر الثاني، لأنه أوجد الآليات التي تضمن الاحترام الفعلي لمنع العبودية، وذلك عكس 1846 أين بقيت العبودية مستشرية في المجتمع رغم النص، وذلك بالأساس لغياب عقاب حول هذه المسألة. من هنا إذن تعتبر التجربة التونسية في مجال منع الرق تجربة رائدة ومتقدمة، مكنت تونس من تسجيلها في ذاكرة العالم مؤخرا بمنظمة اليونسكو. أما اليوم فتونس لم تكتفي بمنع الاسترقاق، بل أوجدت آليات حمائية هامة، لعل أبرزها اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وهو وجه حديث للعبودية، تناوله قانون أوت 2016، وتحدث عن منظومة قانونية كاملة للوقاية من الاسترقاق، للحماية من الاسترقاق، ولمعاقبة كل من يتدخل في مجال الاسترقاق. دونك هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية: الحرية والحق في الأمان. ينص دستور 2014 في فصله 27 أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة، كما كرس نفس الدستور مبدأ شخصية العقوبة وشرعيتها. ويقول الفصل 29: لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة تلبس أو بقرار قضائي. أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد ذهب في نفس الاتجاه، وأقر بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والحق في الأمان على شخصه. ولقد دقق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهذا المبدأ، وأكد في المادة التاسعة على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. وتعرض بالطبع العهد الدولي إلى آليات عديدة لضمان هذه الحرية ولمنع الإيقاف التعسفي. واعتمدت اللجنة كل هذه النصوص تقريبا المرجعية لإقرار حزمة من الحقوق القضائية، وأخذت بعين الاعتبار ما توصلت إليه أيضا اللجان الأممية لحماية حقوق الإنسان، لتقترح مجموعة من النصوص القضائية أو الفصول التي تكرس الحقوق القضائية، وهي حقوق ضامنة كلها لمبدأ الحرية. أتحدث مثلا عن الفصل 36، بعض الفصول لن أقف عندها جميعا. الفصل 36: لكل إنسان الحق في الأمان والحرية. الفصل 37: لا يقع تتبع أحد إلا بمقتضى قانون سابق الوضع يعرف الجريمة تعريفا دقيقا واضحا، وهنا هذا هام جدا بالنسبة للأمان القانوني، لأنه إذا كانت الجريمة التي يحرم من أجلها الشخص حريته غير واضحة أو تعتمد عبارات فضفاضة أو عبارات قابلة لتأويلات متعددة، فهذا يطرح إشكال في علاقة بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. أتحدث مثلا عن الجرائم الأخلاقية التي يقرها النص الجزائي، ولكن تعريف هذه أركان الجريمة لا تعرف بنفس الشكل بحسب القضاة. دونك هذا بعض الأمثلة من الفصول التي أقرها التقرير. ويمكن القول أن جملة هذه الحقوق تعتبر من مقومات الأمان القانوني، وهي حقوق ارتبطت اليوم بمفهوم أشمل، وهو مفهوم المحاكمة العادلة التي أصبحت موضوعة تثبت كل الهياكل الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ولقد رأينا في ديباجة عهد الأمان ما يذكرنا
بمجمل هذه الحقوق حتى رغم اختلاف الزمان والمكان، ورغم ارتباط الحديث بالرعية ولا بمسألة المواطنة كما نتحدث نحن اليوم. هنا يقول عهد الأمان: ورأينا غالب أهل القطر لم تحصل لهم الأمنية بإجراء ما عقدنا عليه النية، وجرت عادة الله أن العمران لا يقع من نوع الإنساني إلا إذا علم أن براءته هي الأمن له والأمانة، وتحقق أن سياج العدل يدفع عنه الخوف والعدوان، وأن لا وصول لهتك ستر من حرماته إلا بقوة الدليل ووضوح البرهان، ولا يكفي لتحقيقه الواحدة والاثنان. ولقد رأينا أن رأينا سلطنة الإسلام والدول العظام الذين على سياستهم الدنيوية أعمال الأعلام في النقض والإبرام يؤكدون الأمانة من أنفسهم للرعية، ويرونه من حقوق المرعية، وهو أمر يستحسنه العقل والطبع. هام جدا، يستحسنه العقل والطبع. ثم أتى بعد ذلك الفصل الأول المعروف أكثر، ربما الأكثر تداولا: تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا على اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرمة وأموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة، إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا، ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف أو الإذن بإعادة النظر. دونك هذا هام جدا، وهذا قيل في القرن التاسع عشر بلغة مختلفة عن المصطلحات القانونية التي نستعملها اليوم، ولكن الفكرة موجودة. وثبت دستور 1861 هذه الحقوق في فصله الخامس، أين نص أيضا أن سائر رعايانا على اختلاف الأديان لا يحكم على أحد منهم في جناية ثقيلة أو خفيفة شديدة أو ضعيفة إلا في مجالس الحكم على مقتضى هذا القانون، ولا يكون الحكم إلا بما في هذا القانون. بل أكثر من ذلك، جاء في الدستور في باب مستقل عنوانه: فيما لرعاية أحبابنا الدول القاتلين بالمملكة التونسية من الحقوق وما عليهم، جاء بتأكيد ما سبق وأسسه عهد الأمان. ونفس الفصل يعني تأكيد لجميع رعاية الدول الأحباب الوفيدين على المملكة والقاتلين بها الأمن والأمان التام في دينهم وعباداتهم. أقر أيضا نفس الدستور حرية المعتقد في الفصل الاثنين: جميع رعاية الدول الأحباب لا يقع لهم التعرض في أحوال ديانتهم وواجباتهم، ولا يجبر أحد منهم على تبديل دينه، ولا يمنع من الانتقال لغير دينه إن شاء، وانتقاله لغير دينه لا يخرجه من جنسيته ولا يمنعه من رعايتها. نلاحظ إذن من خلال هذه النصوص ارتباط الحقوق فيما بينها، فالحرية والأمان تقتضي أيضا التسوية بين السكان، وهذا ما نجده في المثالين اللذين تحدثت عنهما، وهو عهد الأمان ودستور 1861. فالحرية والأمان تقتضي أيضا التسوية بين السكان في تمتعهم بهذه الحرية، وأن لا تكون الحرية حكرا على صنف أو فئة أو جنس دون آخر. بالنسبة للمساواة، قد لا نبالغ إن قلنا أنه لا تخلو اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان من هذا المبدأ، ويمكن أن أقول بدون تردد أن هناك ثلاث مبادئ مؤسسة لكل حقوق الإنسان في آخر الأمر، وهي الحرية، الكرامة والمساواة. يعني لو نأخذ أي حق من حقوق الإنسان سنجد أن له ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه المبادئ الثلاثة. وذكر الإعلان العالمي بحقوق الإنسان بهذه المساواة في مادته الثانية وفي مادته السابعة، التي تقول أن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دون ما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. أما على المستوى الوطني أي الداخلي، فلقد أسس المؤسسون والمؤسسات منذ توطئة الدستور عزمهم على إقامة نظام
أتحدث عن توطئة هنا تضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات. وأضاف الفصل 21 في فقرة أولى أن المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. في هذا الإطار لابد من استنتاج أن مبدأ المساواة ما يتضمنه من مساواة أمام القانون وأيضا مساواة في القانون أي في الحقوق والواجبات وما يتطلبه من منع لكل أشكال التمييز هو مبدأ دستوري تقريبا في كل بلدان العالم. كما نستنتج أن المساواة في التمتع بالحقوق وبالحريات أيضا بما فيها الحرية الفردية تشكل من الجزء الأكبر في فقه القضاء الدستوري في جميع بلدان الديمقراطية. يعني لو نرجع لفقه القضاء البلدان الديمقراطية نجد أن الحيز الأكبر من القضايا متعلقة بمبدأ المساواة، إما مساواة أمام القانون أو المساواة في القانون، يعني في التمتع بالحقوق والواجبات أو حتى التمتع بالحرية. لقد رفضت السلطة التأسيسية في تونس إقرار المساواة أمام القانون لكل الناس وحصرت الحق بين المواطنين، وهذا يعني ما هو موجود الدستور في الدستور اليوم. والحال أن الدولة التونسية كانت من أولى الدول التي ضمنت المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين التونسيين، ولكن بين التونسيين وغيرهم من يعني والأجانب، وهذا ما جاء به دستور عهد الأمان منذ سنة 1857. ربما لابد من في هذه النقطة أن نرجع للظروف التي حفت بتبني عهد الأمان لنفهم يعني لماذا نجد في عهد الأمان ما لا نجده اليوم في دستور 2014. عهد الأمان سوى بين التونسيين وغير التونسيين في تلك الظروف بالطبع، ولهذا سأتحدث عن ظروف. دستور 2014 تحدث عن المساواة بين المواطنين والمواطنات ولم تشمل ولا تشمل هذه المساواة بين التونسيين وغير التونسيين. يعود نص عهد الأمان إلى عهد محمد باي، ولعله إذن من المهم الرجوع إلى هذه الظروف التي حفت بمنعه منحه للرعية. يتحدث المؤرخون هنا عن عسكري مسلما قتل يهوديا وقدم أهله شهودا حول الواقعة، فحكم الباي بقتل العسكري وبدون الاستماع لجوابه. وبعد مدة علم الباي أن يهوديا اسمه باتو شتم أحد المسلمين وسب دينه وكان في حالة سكر، ففضل الباي إحالة المسألة للمجلس الشرعي ولم يحكم فيها بالتعزير كما كان معمول به في المذهب الحنفي، وأمر بنشر النازلة في المجلس الشرعي، وهنا أتحدث من أخذ هذه المقولة من الإتحاف، وأمر بنشر النازلة في المجلس الشرعي، وأتى الطالب للجماعة الملكية ومذهبهم شديد في أمثال هذه النوازل، فرأوها من المسائل التي توجب القتل بلا استتابة، وقرأت عليه الشهادة فأنكر صدور ذلك منه وأصر على الإنكار، وفي المذهب الحنفي الإنكار في مثل هذه النوازل توبة، لكن الحكم تم بمقتضى المذهب المالكي وتم قتله رغم محاولة تدخل بعض أعيان فرنسيين لدى المجلس الشرعي. إثر هذه الواقعة جاء القنصل الفرنسي لدى الباي ولامه على الأحكام المتسرعة وعلى الجلوس للحكم في الجنايات بما يراه وحده، وذلك في مخالفة لما دأب عليه سلفه من البيات. ويبدو أن فكرة عهد الأمان بدأت من هنا، إذ اشتكى بعض اليهود في باريس ما يعانيه إخوانهم من ضيم، إذ لم يعودوا آمنين بسبب التمييز على أساس انتمائهم الديني. لذلك أتى أسطول فرنسي إلى تونس وقال ممثل فرنسا جسيت أتيت بهذه القوة وهو يخاطب الباي، إذن أتيت بهذه القوة لإعانتك على من يخالف أمرك في إعطاء الحرية لرعيتك والأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأديانهم، وحاشا مثلك أن يغصب على العدل وهو من أصول ملتكم. كما أقر ابن أبي الضياف أن القنصل البريطاني أتى الباي بنفس الطلب في اليوم الموالي. ومهما تكون الظروف التي حفت بإعلان عهد الأمان فإن نصه عبر عن أسباب ومبررات أخرى، مبررات أخرى هي نظرية. فنجد أن الفصل الثالث منه ينص على التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف، لأن استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية
بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف والعدل في الأرض هو الميزان المستوي يؤخذ به للمحق من المبتل وللضعيف من القوي. يبدو لنا هذا الفصل معبرا عما نكيفه اليوم بكونية حقوق الإنسان، وقد لخص الفصل هذه المسألة بعبارة بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف، أي لا لأنه مسلم أو يهودي أو غير ذلك أو غني أو فقير، وهو جوهر عدم التمييز الذي نتحدث عنه اليوم. لقد فتح عهد الأمان المجال للمصلحين التونسيين وعلى رأسهم خير الدين مجالا للدفع بأكثر إصلاحات، فجاء بعده دستور 29 جانفي 1861 اشتمل على وأقسم الباي من خلال هذا الدستور وحشياته وأعوانه وضباط الجيش على العمل به على 13 بابا و14 فصل حددت حقوق الحكام والمحكومين وواجباتهم. كما أكد دستور 1861 على التزام الباي ووزرائه باحترام كل ما جاء في عهد الأمان، إلى جانب بابين كاملين، باب لحقوق أهل المملكة وباب آخر لحقوق الأجانب كما سبق وأن أشرنا قبل حين. فيما يتعلق بحقوق التونسيين، أقر الفصل الأول أن كل واحد من أهل المملكة التونسية سواء ولد بالحاضرة أو غيرها من البلدان والقرى ونواجع العربان على اختلاف الأديان له من الحق أن يكون آمنا على نفسه وعرضه وماله كما هو المفتتح به في عهد الأمان، كما ضمن دستور 1861 المساواة أمام القانون سامحا لسائر أهل المملكة على اختلاف الأديان بين يدي الحكم سواء لا فضل لأحد على آخر بوجه من الوجوه. وليس من الصعب إذن انطلاقا من هذه العناصر استنتاج ما نسميه اليوم عدم التمييز بلغة معاصرة أو بلغة حقوق الإنسان. ولقد تمسكت لجنة الحريات الفردية والمساواة بالإشارة إلى عهد الأمان وإلى دستور 1861 لا لأنها تشكل مرجعية قانونية لتقريرها، بل لرمزية الأحكام التي جاء بها في زمن لم يعرف بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فنصل الفصل الثالث من مشروع مجلة الحريات الفردية أن الجميع متساوون في القانون في التمتع بالحقوق والحريات الفردية وممارستها. أما الفصل الرابع فقد حجر التمييز بين المرأة والرجل في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها أيضا، وحجر التمييز بسبب الإعاقة في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية وممارستها. كما لم يغفل التقرير عن تحجير كل تمييز آخر في الحقوق والحريات الفردية سواء بسبب العرق أو اللون أو المظهر الخارجي أو السن أو الحالة الصحية أو التوجهات الجنسية أو حالة الحمل أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو النشاط النقابي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو مكان الإقامة أو الثروة أو النسب أو الحالة المدنية أو غير ذلك من الأسباب. أما الفصل الخامس من مشروع المجلة فهو يحجر التمييز بين التونسي والأجنبي مهما كانت حالته أو عديم الجنسية في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها. كل هذه التقاطعات تعني أن المنظومة القانونية التونسية كانت دائما متقدمة على سائر البلدان العربية والإسلامية، بل لعلها تشكل استثناء في هذا المجال. لكن لابد من تنسيب هذا القول حتى لا نخال أن الحقوق الفردية والمساواة تشكل قناعة راسخة لدى حكامنا، إذ لا ننسى أن القرن التاسع عشر لم يأتي بحقوق الفرد كما نراه اليوم، بل هي حقوق منحت لرعية الباي لأسباب مطولة ذكرناها، وهي حقوق قيل أن الحاكم هو أول من تنكر لها عندما فضل ذوي الوجاهة والأصول الشركسية على التونسيين في المجلس الأكبر وفي المجالس القضائية وغيرها من الوظائف العليا. ولعل هذه الهوة بين نص ضامن للمساواة وواقع مكرس للمحاباة أدت إلى وأد دستور 1861 بثورة علي بن غذاهم سنة 1864، ولعل نفس الهوة التي فصلت بين دستور 1959 الذي نص على جملة الحقوق في كونيتها وترابطها وبين واقع لا حرية فيه ولا مساواة أدت أيضا إلى ثورة الحرية والكرامة سنة 2011. شكرا لكم. شكرا لك.
أحكي أستاذة سلوى على هذه المداخلة التي حاولت فيها أن يعني تحللي هذه الموازنة بين الإرث الإصلاحي التونسي والموروث الإنساني المتعلق بحقوق الإنسان والمتعلق بشكل أدق بالحريات الفردية. في مداخلتك يعني انطلقت من الاطلاعات الواردة في مشروع مجلة الحريات الفردية، وذكرت بأن الأسس التي تستمد منها هذه المجلة أصولها وقيمها هي ليست فقط الأسس أو المصادر القانونية المباشرة اللي هي دستور 27 جانفي 2014، ولكن تمسكت لجنة الحقوق والحريات الفردية والمساواة بالرجوع إلى إذا شئنا الرمزية أو الأسس الرمزية مثل عهد الأمان 1857، دستور 1861. يعني في مداخلتك تمكنا من السفر عبر ثلاثة أزمنة، وراوحنا بين إذا شئنا المنظومة القانونية السابقة أو الماضية التي ترجع إلى القرن التاسع عشر، إذن كما قلت عهد الأمان ودستور 1861 والإصلاحات المتعلقة بمنع الرق. أيضا يعني تمكننا أيضا من يعني أن تكون لنا نظرة حول الإطار القانوني الحالي، يعني الزمن الحاضر، وما يتعلق بدستور 27 جانفي 2014 والإصلاحات القانونية التي ترتبت عنه، مثل تطوير الإطار القانوني المتعلق بمنع الاتجار بالبشر، قانون منع التمييز، قانون إذن التصدي لكل أنواع العنف أيضا ضد المرأة. و ايضا في مداخلتك اذا كانت هنالك اذا شئنا une projection dans l'avenir او نبذه عن الاطار القانوني المأمول او المرتقب يعني نحو المستقبل، باعتبار انك ركزتي على مقترحات لجنه الحريات الفرديه والمساواه فيما يتعلق بالحريه، تعزيز قيمه الحريه، تعزيز الحق في الامان القانوني، وايضا تعزيز مبدا المساواه ومنع جميع أشكال التمييز بين إذن التونسيين والتونسيات، ولكن أيضا بين التونسيين وغير التونسيين، وبالرجوع أيضا إلى تداخل دائما كان هنالك إذن التقاطع بين الوطني الداخلي والدولي. وأنهيت بالحديث عن أنه لا مكان لممكن أو من الضروري لكي تنجح الحقوق والحريات بشكل عام والحريات الفردية، من الضروري أن تكون هنالك يعني وضع حد للهوة بين النص القانوني والواقع. إذن وكلما تقلصت الهوة والفجوة بينهما كلما كان هنالك تملك لهذه الحريات، وإذن تعميق وامتلاك للمواطنين لهذه الحريات ولهذه القيم الأساسية في المجتمعات. إذن أحيل الكلمة الآن للأستاذ حيدر سعيد ليتعرض إلى قوانين الأحوال الشخصية بالعراق باعتبارها فضاء لمواجهة العلمنة. إذن لك الكلمة أستاذ. شكرا سيدتي رئيسة الجلسة، السلام عليكم. بدءا أود أن أتوجه بالشكر إلى مجلة عمران والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مكتب تونس، وتحديدا إلى الصديق الزميل سيمولدي الأحمر على دعوته وثقته الكريمة. عنوان ورقتي كما موجود في برنامج الندوة هو قوانين الأحوال الشخصية فضاء لمواجهة العلمنة حالة العراق. و يعني أنا أدرس تحديدا كيف تحولت هذه القوانين إلى فضاء تستعمله المؤسسة الدينية التقليدية والحركات الإسلامية لمواجهة عمليات العلمنة، وهذا جزء من التكيفات التي تتخذها هذه الحركات وهذه المؤسسات مع ضغط الديمقراطية
يعني الورقة ستكون فيها بعض التفاصيل التي أرجو لا تكون مملة عن حالة العراق، وفيها أيضا تفاصيل تاريخية، لكن أنا دائما يسكنني هاجس كيف أستطيع أن أخلص من هذه التفاصيل التاريخية لصياغة مقولات تفسيرية عامة. فلذلك أنا ربما في النهاية أتحدث عن النمط الباتن الذي يحكم الحركات الإسلامية، والذي سأسميه دمقرطة السياسة وأسلمة المجتمع، سأحاول أن أثبته. لم تتوقف عمليات التحديث المركزية التي قادتها الدولة الوطنية في المنطقة العربية عند اقتباس النموذج الغربي في الدولة والتنظيم السياسي والهوية الوطنية، بل إنها تعدت ذلك لتصل إلى القوانين الناظمة للأسرة. وعلى الرغم من أن الدولة الحديثة في المنطقة نشأت نشأة استعمارية، لم تكن عمليات التحديث التي قادتها الدولة مدفوعة من القوى الاستعمارية إلا في جزء منها، أي أن جزءاً واحداً فقط من عمليات التحديث كان نتاج الخطط الاستعمارية، ولا سيما ما يخص شكل النظام السياسي الناشئ، والجزء الآخر أو الأجزاء الأخرى ولا سيما ما يخص التحديث المجتمعي والقيمي كان مدفوعاً من النخب المحلية، ليست المغربنة فقط بل كذلك المعادية للغرب، ذلك أن الغرب انبنى في مخيالنا بوصفه مثال التقدم. ومن ثم كانت عمليات التحديث التي تحاكي المثال الغربي تحدث ببطء وبشكل متدرج، وتشمل كل الحقب، ما كان يوصف منها بأنه ليبرالي تقوده نخب حليفة للقوى الغربية، وما كان معاديا للغرب تقوده النخب القومية واليسارية. تفيد هذه الملاحظة الأخيرة بأن التحديث المجتمعي والثقافي والقيمي إذا كان يمكن وصفه بأنه يتضمن نزعة ليبرالية، فإن هذه الليبرالية لا تتوقف عند حدود العصر الليبرالي بتعبير ألبرت حوراني، الذي يشمل الحقبة التي كانت تحكمها أنظمة حليفة للغرب، بل إنه يصل إلى الحقبة التي حكمها يسار معاد للغرب. في العراق مثلاً، ومع أن الحقبة الملكية في تاريخه من 1921 إلى 1958 توصف بأنها ليبرالية، أنشأ النظام الملكي محاكم لأتباع الأديان والطوائف، ولم يضع قانوناً موحداً للأسرة أو الأحوال الشخصية، وهو الأمر الذي تكفلت به الحقبة الجمهورية التي وضعت عام 1959 قانوناً للأحوال الشخصية، يعد من أهم ما خلفته الدولة العراقية عبر قرن كامل، وهو قانون نتج من تأثر كبير بالتحديث القسري الذي قادته الدولة في تركيا الأتاتوركية، والذي يقتبس قيم الحداثة الأوروبية كالمساواة والتصحيح الجندري وما إلى ذلك. هذا القانون، قانون الأحوال الشخصية لعام 59، أثار لخطاً كبيراً، إذ رفضته المؤسسة الدينية الشيعية في النجف، ولا سيما أنه ساوى في الإرث بين الذكور والأناث، ووضع قيودا على تعدد الزوجات، وفي تفاصيل كثير القانون، بس هي القضية اللي أثارت تحديدا هي قضية المساواة في الميراث بين الذكور والأناث. ولا تزال هذه المؤسسة إلى اليوم هي والحركات الإسلامية السياسية الإسلامية الشيعية تحاول العودة إلى هذا القانون للحد من مفاعيله وتضييقها. طبعا القانون تعرض ما بعد 59 إلى تعديلات كثيرة، وتحديدا مادة الإرث التي ألغيت عام 63، راح أمر على بعض التفاصيل. تحاول هذه الورقة أن تجيب على السؤال الآتي: لماذا تحاول النخبة الإسلامية الشيعية تحديدا بين كرة وأخرى إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، أو تشريع قانون موازل له يحد من ولايته، أو إعادة تشكيل محاكم دينية تؤدي الوظيفة نفسها؟ ولا تهدف الورقة إلى تفسير مقطع محدد من تاريخ العراق، بقدر ما أنها تفترض أن دراسة مواقف النخب الإسلامية من قوانين الأسرة والأحوال الشخصية يمكن أن تكشف عن ديناميكية عامة لهذه الحركات. في أحيان كثيرة يفسر الإسلام السياسي الشيعي الذي نشأ مع الخمسينيات بأنه حاله حال الإسلام السياسي على نحو عام تعبير عن نزعة أصولية تجاه موجات التحديث التي شهدها العراق مع نشوء دولته الحديثة. طبعا هناك نقاش أكاديمي كبير حول الإسلام السياسي الشيعي، هل هو تعبير أصولي أم تعبير طائفي؟ ومع ذلك لم ينمو هذا الإسلام السياسي إلا بعد ثورة 1958،
على الرغم طبعا هي انقلاب عسكري بالمناسبة، لكن الأدبيات العراقية تسميها ثورة، يعني اعتبر التدقيق، وأنا أستعمل ما تسميه، ما كيف تستعمل، كيف توصف، كيف يوصف حدث 58 في الأدبيات العراقية. ومع ذلك لم ينمو هذا الإسلام السياسي إلا بعد ثورة 1958، على الرغم من نحو 4 عقود من عمليات التحديث ذات الطابع الغربي الذي قادته الدولة. والسؤال عن التوقيت مهم جدا هنا. لما بدا التحديث الغربي الطابع إشكالية مع الخمسينيات ومع ثورة 1958 وليس قبل ذلك؟ هذا معنى دولة ما قبل 58 كانت ليبرالية ترتبط بعلاقة صميمة مع الغرب وبريطانيا، وقد سمح هذا بأن يعيش العراق ليبرالية اجتماعية عامة، في حين أن 1958 أرادت أن تنقلب على التغريب. يرى وائل حلاق في مقدمة كتابه الشريعة، هذا الكتاب ترجم مؤخرا العربية ترجمة ممتازة، يرى وائل حلاق أن الخبراء الغربيين في الشريعة الإسلامية يتعاملون معها كأنها تكاد تكون مقصورة على الأحوال الشخصية، وأن هذا التصور عن قصور الشريعة هو امتداد للتصور الاستعماري الذي كان يسعى إلى أن يحل محلها القوانين الحديثة ذات الأصول الغربية في البلدان التي استعمرها وأنشأ فيها دولا وأنظمة قانونية. ومن ثم قد يكون ممكنا على وفق هذا المنطق تفسير تركيز المؤسسات الدينية الإسلامية والحركات الإسلامية على قوانين الأحوال الشخصية بأنه جزء من المواجهة مع الاستعمار وطرقه في التحديث، وهذا يعود بنا إلى فهم الإسلام السياسي بوصفه نزعة أصولية في مواجهة التحديث الغربي. ومع ذلك يبقى السؤال قائما، لما تأخرت مواجهة التحديث الغربي في العراق طبعا 4 عقود؟ يغفل الحلاق والحلاق عن حقيقة أساسية، وهي أن المؤسسة الدينية مع كل ذلك لم تثر إلا حين دخلت الدولة ذات التكوين الاستعماري منظما لمجال الأسرة، بمعنى أن مركزية قوانين الأحوال الشخصية ليست مجرد تصور استشراقي استعماري يستهدف اختزال الشريعة بها لإنفاذ الأطر القانونية الغربية في الدول الناشئة، ما يضمن له دوام الهيمنة على عالم ما بعد الاستعمار بمنطق وائل حلاق طبعا، بل إن لهذه القوانين أولوية خاصة للمؤسسة الدينية. وفي تقديري لم يستطع حلاق معالجة هذه الإشكالية. أنا أناقش أيضا، أستعمل ثنائية المجال العام والمجال الخاص لتحديد الأسرة بين هذين المجالين، يعني لكن أستعمل تعبير المجال العام بمعنى بشكل موسع عما يستعمله هابرماز وريتشارد تايلر الفيلسوف الكندي. يعني لا أستعمل المجال العام بوصفه فضاء المشاركة السياسية المستقلة عن الدولة، يعني هذا المعنى العام اللي يستعمل هابرماز على الأقل، بل أضع حتى الدولة كجزء من والمؤسسات العامة كجزء من المجال العام، والمجال الخاص هو مجال الفرد. لذلك أنا أتحدث هنا عن الأسرة، أسميها المجال الثالث، يعني التي هي بين المجال العام والمجال الخاص. طبعا هي بالعموم تصنف على المجال الخاص، لكن أنا أتحدث عن هذا النمط من التعاقدات الذي هو أبعد من الفرد. يفيد محمد بحر العلوم، وهو أحد الناشطين الإسلاميين الشيعة البارزين، في كتابه أضواء على قانون الأحوال الشخصية العراقي، هذا الكتاب صدر عام 1963 بعد انقلاب البعث الأول على حكم عبد الكريم قاسم، يفيد بأن خلاف المؤسسة الدينية الشيعية الأساسي مع قانون الأحوال الشخصية ليس في محتواه، ولنتذكر أن جزء من محتواه كان المساواة في الإرث الذي يخالف تشريعا إسلاميا، يعني ليس في محتواه، بل في أصل مبدأ أن تتولى الدولة تنظيم هذا المجال. يقول: كان في مقدمة العلماء الأعلام الذين أصروا على وجوب إلغاء هذا القانون سماحة الإمام الأكبر السيد محسن الحكيم، وكان من 45 إلى 70 كان هو المرجع الشيعي الأعلى. يقول: بلغ الحكيم المسؤولين ضرورة إلغائه في كل مناسبة، وطالبهم لاحظوا الإلغاء وليس التعديل، ضرورة إلغائه في كل مناسبة، وطالبهم بأن يتركوا المسلمين أحرارا في أمورهم الدينية يستقونها بحرية من منابعهم المذهبية دون ترجيح البعض على الآخر. ثم ينقل عنه قوله فيما يأمله من الحكومة التي تلت حكومة عبد الكريم قاسم بعد الانقلاب عليه في فبراير 63، يقول: إن أول واجبات، هذا النص الحكيم، إن أول واجبات الحكومة هو إلغاء قانون الأحوال الشخصية وإرجاع الأمور
إلى العهد الذي كانت عليه سيرة المسلمين منذ أيام الخلافة الإسلامية، وأن موقفنا هذا هو نفس الموقف منذ صدور القانون وإلى يومنا هذا. وبالتالي هاي واحدة من الطروحات الأساسية في هذه الورقة، وبالتالي يكون الموقف من قانون الأحوال الشخصية في جوهره موقفا من الدولة الحديثة نفسها التي بدأت تعصف بالمؤسسة الدينية وسلطاتها، ومن ثم هو دفاع عن صلاحيات رجال الدين وحدود سلطتهم، وحيث أن ليس بمقدور المؤسسة الدينية التحكم بالمجال العام إلا الحيز المقدس منه، ولا المجال الخاص، سيكون المجال الثالث الأسرة بتعبيري هنا هو مجال فعاليتها، وهو ليس المجتمع ولا الفرد بل الأسرة. وإذا كان من غير الواضح ما إذا كان الحكيم يقصد بتعبير أيام الخلافة الإسلامية اللي يستعمل الحكيم، هل يقصد به العمق التاريخي الذي يمكن أن يعود إلى أيام النبي محمد؟ إذا لم يكن هذا واضحا فالأكيد أنه يقصد أيام ما قبل الدولة الحديثة، ولا سيما الحقبة العثمانية التي على الرغم من أنها توصف بأنها دولة طائفية كان لها موقف سلبي من الشيعة، سمح نظامها الإمبراطوري اللامركزي ببقاء دور رجال الدين وسلطاتهم. من هنا لا يرتبط رهاب الدولة لدى المؤسسة الدينية بكونها أداة للتحديث المجتمعي، أو على نحو أدق يسبق الخوف من الدولة بوصفها أداة للتحديث المجتمعي الخوف منها بوصفها منافسا في التنظيم المجتمعي. وبالمنطق نفسه تسبق حجة رفض تولي الدولة تنظيم الأسرة، تسبق هذه الحجة حجة أن قوانين الأحوال الشخصية تهدد الهوية الإسلامية، وهي حجة تتكرر في الخطاب الإسلامي على نحو عام، أو في الأقل أن هذين العنصرين، الموقف من الدولة الحديثة والدفاع عن الهوية الإسلامية من هجمة التغريب، يتراكبان على نحو صميمي في هذا الخطاب. طبعا كل المواقف من التعديلات في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة، الحجة الأساسية التي تستعمل فيها حجة تهديد الهوية الإسلامية. أنا يعني تابعت موقف الحركات الإسلامية من مدونة الأسرة في المغرب ما بين 99 إلى 2004 صدور المدونة، ومع ذلك ينبغي أن نوضح هنا أن هذا الموقف من الدولة الحديثة لا يبطن نزعة فوضوية أناركزم بما يعنيه المصطلح في الفلسفة السياسية الحديثة، بل إنه يحاول أن يميز بين مجالين للصلاحيات أو للولاية وللسلطة إن شئت، مجال الدولة ومجال الإكليروس. يقول بحر العلوم أن الدولة مسؤولة عن إصدار قوانين لتنظيم حياة الناس من حيث المعيشة والاقتصاد ومن حيث استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي، كقوانين المحاكم البدائية والصلاحية والجزائية وأمثالها مما تتصل بالدولة، ولا يستقيم المجتمع بغيرها. وهذه تختلف تمام الاختلاف عن قانون الأحوال الشخصية، فإن مواضيعه شديدة الاتصال بنفس الإنسان، لا من حيث علائقه بخارجه، إنما من حيث ذاته وكيانه الشخصي، فلا يسمح لأي فرد أو جهة أن تتحكم في أمر ذريته نفيا أو إيجابا، أو في حياته الزوجية وهي أقدس رباط عالي، عدا واحد له السلطة التامة في التحكم بذلك كله، وهو الدين. انتهى نص بحر العلوم. لكن بحر العلوم راح يضيف: التحكم في مصير الإنسان فيما يعود للأحوال الشخصية وفرض ذلك التحكم في قرارة الأفراد ليس من السهل اليسير، اللهم إلا المرجع الديني باعتباره المصدر الوحيد القادر على التدخل في مثل هذه الأحوال، الذي يتمتع بالصلاحية الكاملة فيها، وهو يمكنه كل شيء. هاي نص بحر العلوم. وفي الحقيقة أن المطالبة بإلغاء قانون الأحوال الشخصية وإبطاله من أجل عودة طبيعية من المواطن سلاش المؤمن، هذا تعبيري، إلى مراجع الدين، من أجل عودة طبيعية من المواطن المؤمن إلى مراجع الدين، ليس تمييزا بين الوظائف الذي يتحدث عنه عزمي بشارة في كتابه الدين والعلمانية بوصفه جوهر عملية العلمنة، التمايز بين الوظائف الاجتماعية، وهي ديناميكية يحاجج بشارة بأنها لم تبتدئ مع أوروبا الحديثة، بل شهد التاريخ كله والحضارات كله ديناميكية تمايز بين الوظائف الاجتماعية. أقول هاي المطالبة ليست من هذه الديناميكية، هذه الديناميكية من هذا النوع، ديناميكية العلمنة باعتبارها تمايز بين الوظائف الاجتماعية، بل هو نوع من محاولة ليست فقط الدفاع عن سلطة وحدود وصلاحيات رجال الدين وقد بدأت تعصف بها هجمة الحداثة العاتية، بل إنها محاولة لانتزاع هذه السلطة من سلطة الدولة وتثبيتها. وإذا كنا سنبدأ بفهم هذه الديناميكية من خلال هذا التفسير، يعني أن هذه هي محاولة لتثبيت سلطة رجال المؤسسة الدينية،
فإن هذا سيفسر لنا معنى العودة المتكررة للناشطين الإسلاميين والمؤسسة الدينية لإلغاء قانون الأحوال الشخصية أو في الأقل تأسيس قانون موازٍ له، ولا سيما بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 وتأسيس دولة ما بعد صدام التي لعب الإسلام السياسي الشيعي دورا رئيسا في رسم ملامحها ولا يزال. أنا يعني أستعرض المحاولات، لن أدخل الآن في هذه التفاصيل، كانت هناك محاولات كثيرة ل يعني تأسيس تشريع موازي لقانون الأحوال الشخصية، آخرها طبعا لم تنجح هذه الحركات إلى الآن في تثبيت ذلك. آخرها كان مسودة قانون سمي قانون الأحوال الشخصية الجعفري، لم تنجح بسبب توازنات السياسة، ويجب أن نقول بسبب موقف الحركات المدنية والنخب العلمانية في العراق. لكن ما جرى على الأقل في دستور 2005، الدستور العراقي الدائم لسنة 2005، جرى تثبيت مادة كانت بتأثير النخبة الإسلامية الشيعية، هي المادة 41 والتي عملت مشكلة والتي تنص على الآتي، التي هي فهمت انتكاسة، يعني هذه المادة تنص على الآتي: العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم. يعني واللي يعني فهم قانونيا أنه استنادا إلى هذه المادة سيكون ممكنا تأسيس محاكم دينية أو ما إلى ذلك. أنا يعني يعني آسف أن أطلت، أنا ما أدري يعني كذا أخذني الوقت، بس أنا هنا راح أتحدث عن وربما هذه يعني لا أدري إن كانت تخص العراق وتخص وضعية المؤسسات الدينية في البلدان التي تشبه العراق التي لها مكانة مجتمعية كبيرة، أنه بالنهاية هي جزء من ديناميكية المؤسسة الدينية تحاول أن تأسس حيزها المستقل عن حيز الدولة. يعني وضع المؤسسة الدينية في العراق لا يشبه وضع المؤسسة الدينية في مصر التي دولنت الأزهر مدولا، يعني بمعنى خاضع لسيطرة الدولة، ولا هو النموذج الإيراني اللي حدث نوع من الدمج بين المؤسسة الدينية والدولة. الآن على الرغم من أن النخبة الحاكمة في العراق هي نخبة إسلامية شيعية، لكن مع ذلك المؤسسة الدينية لها حيزها المستقل عن الدولة. طبعا أنا سويت إحالات لدراسات، لأن صعب أن أدخل، طبعا هذا الاستقلال يشمل بما في ذلك أن يكون هناك اقتصاد مستقل للمؤسسة الدينية. يعني أنتقل بعد هذا إلى يعني ما سميته دمقراطة السياسة وأسلمة المجتمع، الذي أعتقد أنه يعني هذا هو نمط عام يحكم الحركات الإسلامية بسبب ضغط عملية الدمقراطة، تتحول أسلمة المجتمع على المجال الأساسي للتحقق الأيديولوجي بالنسبة للحركات الإسلامية. ومن هنا أنا يبدو لي، حتى يعني أرجع على العنوان الأساسي للورقة، من هنا أهمية قوانين الأحوال الشخصية في مواجهة عمليات العلمانية. طبعا أنا أيضا أتابع وأستند إلى بحث قديم كتبته في 2010 عن الإسلاموية والمجتمع المدني في العراق، يعني عن ما سميناه المجتمع المدني الإسلامي، عن الحركات منظمات المجتمع المدني المرتبطة بالأحزاب الإسلامية ودورها في أسلمة المجتمع. وأنا كما قلت هذا كله هو يعني شكل من أشكال تكيفات الحركات الإسلامية مع ضغط الديمقراطية. أنا أخيرا بس يعني حتى أختم، لأنه يمكن وصلت الوقت، راح أشير إلى مبحثين، يعني راح أشير لهم إشارة عابرة في النهاية. أنا أيضا أمر على وحاولة أن أقرأ الأدبيات اللي تربط بين، لأن بالحقيقة قوانين الأحوال الشخصية الجزء الأساسي منها يمس المرأة، يعني يجب أن نعترف بهذا، وجزء من محاججتنا الآن، أنا خليني أتحدث كناشط وحقوقي وليس باحثا، أن جزء أساسي من يعني صدامنا مع من كان يريد أن يشرع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، أنه جزء من هذه المواد هي تصادر إرادة فتيات قاصرات، يعني بعمر القاصر، يعني قضية سن التزويج وما إلى ذلك.
حاولت أن أمر على الأدبيات اللي تناقش تربط بين الدين وبين النزعة الذكورية، لأن في تقديري أنا سميتها هي نزعة ذكورية عابرة للتحديث السياسي يعني. فوقفت عند الأدبيات وحاولت أن أتحدث من هذا، أنه وين المحتوى الذكوري داخل هذه الصحات. كذلك مريت على تحدثت أولادي ربما هذه القضية لها مساس بالتجربة التونسية إلى حد ما، تحدثت عن طرح الحركات الإسلامية لثنائية دعوي وسياسي بوصف جزء من هذه التكيفات. تقول التجارب أثبتت أن المؤسسات الدينية، أنا سأختم يعني ما راح أطيل أكثر، التجارب أثبتت أن المؤسسات الدينية كانت دائما ما تعبر التركيز على الأسرة للتركيز على المجال، سواء على شكل دعوي بمصطلحات الحركات الإسلامية أي نشر القيم الإسلامية في المجتمع، أو السياسي أي إقامة نظام حكم إسلامي، والأمران يتجهان إلى المجال العام، لأن الدعوي في الحركات الإسلامية الذي يعد إيجابيا طبعا يجري تلقي هذه الثنائية وانتقال الحركات الإسلامية للدعوي باعتبار أمر إيجابي يعني خطوة إلى الأمام بالحركات الإسلامية، لأن الدعوي في الحركات الإسلامية غير واضح الحدود، فأين ينتهي وأين تقف حدوده؟ وهما يختلفان فقط الدعوي والسياسي في منطق الأسلمة، تنطلق الأسلمة في الدعوي من أسفل باتجاه الأعلى، في حين تنطلق في السياسي من أعلى إلى الأسفل. وأثبت التجارب أن طرح ثنائية دعوي سياسي هو ليس ديناميكية داخلية بقدر ما أنه تكيف مع عدم مقبولية السياسي، وهكذا تعود الحركات الإسلامية للأسرة وأسلمة المجتمع من الأسفل. أخيرا أنا أيضا وهذا ربما له صلة بالورقة الخلفية لهذه الندوة التي أعدها الصديق سيمولدي الأحمر، أنا ناقشت المؤرخ البريطاني تشارلز تريب اللي كتاب السلطة والشعب يناقش ما يسميه مسارات المقاومة في أعتقد في الشرق الأوسط ويستعمل المصطلح، كيف تقاوم المجتمعات الشعوب شعوب المنطقة، كيف كانت تقاوم أنظمة الاستبداد، فيأخذ حالات من الفن وما إلى ذلك، لكن يخصص فصل يسميه الجسد فضائل للمقاومة، ويتحدث عن حركات الجندر وعن قوانين الأحوال الشخصية بوصفها فضاء لمقاومة الأنظمة الاستبدادية. أنا في مناقشتي فقط أردت أن ألفت النظر لأنه بالنهاية التحديث في هذا المجال على مستوى الجندر وعلى مستوى قوانين الأحوال الشخصية، إذا أريد نأخذ اللحظات البارزة اللي حصلت في منطقتنا سواء لحظة عبد الكريم قاسم أو برقيبة أو ما إلى ذلك، كانت تأتي من الدولة ولم تأتي من المجتمع. يعني أنا هذا نمط يعني أنا قلت ربما هذا يخرج حتى عن الكتاب، هو ليس مسار مقاومة لل يعني طبعا في العراق فيما بعد 2003 العراق غزتها نظرية من نظريات الاقتصاد السياسي في تفسير الاستبداد، أنه الاستبداد بالنهاية في بلد من العراق كان طبيعيا، بلد لديه دولة ريعية وتسيطر الدولة على الاقتصاد وبالتالي هي ستسيطر على المجتمع، بمعنى الاستبداد هو نتاج طبيعي لنظام سياسي اقتصادي على غرار العراق. لذلك غزا العراق فكرة أنه يجب أن نصل إلى دولة الحد الأدنى أو ما يسمى بالأدبيات النيوليبرالية أقل قدر من الدولة. لكن أنا أعتقد خلوني أتحدث بعد تجربة 16 سنة من الغزو الأمريكي وسقوط الاستبداد في العراق أنه العراق خسر كثيرا بفقدانه الدولة، وهذا ما أريد أن أختم به. والحقيقة هذا الأمر اللي حكم كل ما أكتبه بالفترة الأخيرة، أنه بقدر ما كنا نخشى عندما نتحدث عن دولة قوية وكفوة كنا نخشى أن هذه الدولة ستكون تمهيدا لإعادة الاستبداد مرة أخرى، أنا أعتقد مجتمعاتنا وحتى ديمقراطيتنا خسرت كثيرا بفقدان الدولة للأبد. شكرا جزيلا وأسف على الإطالة. شكرا جزيلا أستاذ حيدر سعيد على هذه المداخلة التي حاولت أن تبين فيها أن يعني كيف أن قانون الأحوال الشخصية
يعني في السياق العراقي يعتبر فضاء تستعمله المؤسسة الدينية لمواجهة عمليات أو عملية العلمنة من خلال موقف يعني معادي للدولة الحديثة، من خلال موقفها أو استعمالها لنمط عام. أنت قلت أنه نمط عام يحكم الحركات الإسلامية، وهو يعني ثنائية دمقرطة السياسة من أجل أسلمة المجتمع. في مداخلتك أيضا يعني رجعنا إلى مسألة الصراع الذي أو يعني الصراع الذي توجد فيه أو الأسرة باعتبارها مجال للصراع بين الديني والوضعي، وكيف أن هذا الصراع إذن تجسد من خلال معارضة لمحتوى قانون الأسرة، قانون 59، ولكن أنت بينت أن المعارضة تذهب إلى أبعد من ذلك، لأن انتقاد الحركات الدينية وبالأساس الحركات الشيعية والنخبة الدينية الشيعية، كيف أنها لا تعارض فقط المحتوى فيما يتعلق بمسألة المواريث وتقييد تعدد الزوجات، ولكن هي بالأساس تعارض تدخل الدولة أو تولي الدولة التدخل في المجال الأسري باعتباره يعني مجال ممكن لابد أن يبقى حسب اعتقادها في مرجع نظر الديني ولا يدخل المجال الوضعي. بينت أنه يعني السنوات أو العقود الأخيرة من تاريخ العراق كانت فيها ارتدادات كبرى فيما يتعلق بضمانات التي كان يخولها قانون 59، دستور 2005، المادة 41، مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وكيف أنه يعني يهدد ب أو يبرز أنه في مخاطر من تشظي الأحوال الشخصية بين الطوائف، عودة المحاكم الدينية الطائفية، وكيف أنه يعني الدولة يعني بفقدان الدولة الوطنية القوية هنا يعني برزت تهديدات خطيرة وجدية بالنسبة للحريات، الحريات الفردية بالنسبة للمساواة وما إلى ذلك، وأن الجسد يبقى أو لابد أن يبقى كفضاء للمقاومة. إذن هذه بعض النقاط التي وردت في مداخلة الأستاذ حيدر سعيد. إليكم الكلمة، يطرح أسئلة ملاحظات، ولكن بالأساس أسئلة، و يعني الكلمة لكم. ما نعرفش قداش عندنا، نصف ساعة للأسئلة، دونك مش يمكن أنه ناخذ مجموعة من الأسئلة وبعد ذلك يتولى إذا الأستاذ، تتولى الأستاذة سلوى والأستاذ حيدر الإجابة. دونك فقط من يريد التدخل، و دونك سيادتك سي هرماسي. محمد الهادي، سي محمد الهادي، سي ممدوح. ثلاثة، شكرا. به تفضل سي حاتم، شكرا. ألوغ سي هرماسي، شكرا. طبعا أود قبل كل شيء أن أتوجه بالشكر على المداخلتين، حقيقة يعني فيه كثير من يعني الأشياء المفيدة، وفي نفس الوقت يعني هذه ما تقدم يعني يدعو إلى المناقشة ويثير بدوره أسئلة. أرجو أن يتسع صدركم ويتسع الوقت لل يعني إبداء آراء فيها. سأعلق بسرعة على مداخلة الزميل حيدر سعيد، وربما أخصص وقت أكثر لحالة عهد الأمان وأصولا للتقرير حول الحرية الفردية والمساواة. بالنسبة للحالة العراقية يعني وحسب ما فهمت، إذن القانون 1958 هو معناها أصدر طبعا في عهد عبد الكريم قاسم، ونعرف أنها فترة حكم الحزب الشيوعي في الحقيقة، من وراء عبد الكريم قاسم هناك الحزب الشيوعي العراقي، وبالتالي نحن
في تلك الحالة أمام طليعة ثورية وصلت إلى الحكم بفضل انقلاب عسكري، هكا ولا صح؟ يعني ليس تحديدا بفضل قاعدة شعبية، مع أن الحزب الشيوعي العراقي كان يعني متواجد يعني وعنده يعني تواجد، ولكن هي يعني ظرفية معينة وسمحت لأقلية ثورية بأن تصدر قانونا ثوريا. وذكرت سيادتك أنه متأثر كثير ويحاكي يعني النموذج الأتاتوركي، وطبعا هذا يطرح مشكل، والمشكل ليس خاص بالعراق. يعني طرحت سيادتك معارضة المؤسسة الدينية الشيعية، لما تتحدث عن السنية مش مشكل، يعني افترض أنها عندها يعني بدع اعتراضات. هل القضية هي فقط فيما ذكرت سيادتك من كون المؤسسة الشيعية متمسكة بصلاحيات أو تعتبر من صلاحيتها هي وليس بصلاحية الدولة، وأن القضية ليست فقط في التغريب والحداثة وكذا، وإنما بمصالح مؤسسات يعني، وما قلت سيادتك وارد يعني، ولكن من وراء ذلك أو إذا تجاوزنا ذلك هناك مشكل كبير أيضا مدروع. يعني فين هل يعني هناك خطر اختزال القضية في يعني السلوكات المحافظة المتزمتة المتخلفة الظلامية الكذا، كما نعرف الخطاب واللي عندنا في تونس اليوم لطرف معين من المجتمع يرفض التقدم ويرفض كذا، أم أن هناك مشكل أعمق؟ ونحن كباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية علينا أن نطرحه. هو مشكلة معناها الدولة أو طليعة الدولة المسكين بالدولة عندما يعطون لنفسهم الحق ويدعون الحق كما حصل في تونس أيضا، في أنهم يعني يعيدون يعني يعيدون عجن يعني يعجنون المجتمع ويصنعون منه مجتمعا جديدا بحسب تصورهم هما، يعني الدولة الحديثة التي تقوم بإصلاحات فوقية يعني كما الحالة الأتاتوركية إلى حد ما الحالة التونسية، لأن تونس لم تذهب بورقيبة لم يذهب إلى هذا الحد. لذلك هناك هذا المشكل. يعني لما نأتي بقانون تسوية مساواة، هل أن المجتمع هنا سيادتك تتوجه خضر هاي لأنه في مداخلة؟ لا، هناك روابط. أنا لا أتحدث عن يعني مداخلة حيدر سعيد في ذاتها، لأن هناك مشتركات ما بين الحالة العراقية والتركية والمصرية والتونسية وكلهم، يعني هناك إشكال عام حتى في النموذج التركي، واللي نعرفه توها شفنا نتائجه. عندما قلت تأتي أقلية وتعتبر أن من حقها وأن من واجبها باعتبارها تقدمية وكذا وكذا وثورية غيره أن تصنع من المجتمع أو تعيد صناعته حسب تصورها، هذا هو المشكل. هذا المشكل يبقى مطروح لأنه في تونس مطروح اليوم، وسأتي إلى ذلك. هذه قضية. وبالتالي هل أن المجتمع يعني هل يعني هذا المجتمع كيف يتصرف في هذا الأمر؟ ما هو رأيه؟ هل استشير حقوق المجتمع في أن يعبر أيضا عن رأيه؟ من سأل المجتمع عن رأيه؟ إذن هذا مشكل كبير. في الحالة التونسية بورقيبة يعني لم يذهب إلى ما إلى هذا. بورقيبة يعني أعرفه وعندي المعطيات باعتباري في هذا الميدان تاعي أنه كان ينوي حتى فكر في قضية المساواة في الإرث، وبورقيبة تناقش مع كبار رجال الدين المقربين إليه، والحكالي هو معناها الشيخ شادي نيفر الله يرحمه قبل ما يتوفى، واللي كان مقرب من بورقيبة وعطاني جميع التفاصيل واللي حد الآن ما شرتهاش يعني. وبورقيبة كان ناوي، ولكن في نهاية الأمر تراجع بورقيبة لأنه قدر أن المجتمع التونسي ليس جاهزا أو لم يكن جاهزا، وأنه فيه قضية الآيات والصريحة وإلى آخره، وبورقيبة لا يريد أن يدخل في مواجهة مع ورغم كل ما قام به بورقيبة من إصلاحات ثورية يعني مجال الأحوال الشخصية إلى آخره وجرأته اللي تحدثنا عليها أمس ومعروفة من قضية الصوم إلى آخره. وبالتالي بورقيبة لم يذهب إلى هذا المذهب ولم يذهب إلى حد الذي ذهب إلى هذا الترك، بينما في العراق ذهبوا إلى هذا ربما كما قلت في الحالة الاستثنائية اللي لقاها العراق تجد فيها العراق عام 58. الآن في قضية عهد الأمان، طيب لن أعود إلى الظروف عهد الأمان ونعرفها عهد الأمان، لكن هناك مشكل أريد أن أطرحه أيضا، مشكل ثاني هو مسألة العلاقة بالمنظومات والمبادئ الكونية. في عهد الأمان في يعني عام
1857. طيب جاءت القوة المدفعية الأجنبية وفرضت على تونس نتيجة ظروف تحدثت عليها زميلة هني أن تونس يعني تدخل في منظومة جديدة هي منظومة حقوق الإنسان الكونية تقريبا بالتقريبا ما نسميه اليوم المنظومة الكونية والمساواة في الإنسانية، وبالتالي وإن كانوا ركزوا طبعا على حقوق الأجانب وحقوق اليهود. دونك ثم قضية الإلزام 1857 ألزامونا، وما نقولش هذا جيد أو سيء، لا مش قضية، لا 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 أصدر أحكام قيمة. أنا كباحث سوسيولوجي وسوسيولوجيا التاريخية لا أصدر أحكام، قد يكون ذلك جيدا من ناحية قيمية، لكن اللفات اليوم تقرير أو اللجنة التقرير الحريات الفردية والمساواة وحكينا فيها أمس تريد أن تلزمنا وتلزم التونسيين بالخضوع لنفس المنظومة الكونية لحقوق الإنسان المواثيق الدولية بملحقاتها التأويلية. وقلت أمس سيادة ما كنتوش حاضرين لكن مع الأسف أنه الدستور الذي صنعناه وقاتلنا من أجله وعملناه كما تمليه ظروف تونس بدستور توافقي ما بين المبادئ الكونية والهوية، هذا الدستور لم يعجب الطرف الحداثي، والطرف الحداثي منذ 2014 وبعد ذلك من فك يرفض فيه أشياء. وقضية الفصل الأول والثاني معروفة، أنه قالوا لنا في التقرير أن الفصل الأول اللي فيه تونس كذا مسلمة يعني الإسلام ودينها هو وصفيا، والثاني الفصل الاثنين اللي يقول تونس دولة مدنية هو حكميا وملزما. ويأتينا التقرير ويقول أن بالتالي البنود الدولية لحقوق الإنسان ملزمة لنا في كل معناها نقاش أو خلاف مع بين التونسيين في ما هو الصياغ عامة أو ما هو الصياغ غامضة في الدستور الذي صنعناه. نعود إلى قضية الإلزام، لكن هذه المرة لجنة يعني اللي سمعت التقرير ومن معها ومن وراها بما في ذلك الرئيس الباجي قايد السبسي هم اللي يريدوا أن إلزام التونسيين وأن الشعب التونسي صاحب السيادة بأن يخضع في كل ما يهمه لسمحني لسلطة هذه المواثيق الدولية والمبادئ التي لم تنزل من السماء، لأن اللي نزل من السماء نعم اللي نزل من السماء اجتهدنا فيه ونحينا تعدد الزوجات ونحينا أشياء كثيرة وكثيرة جدا، بينما هذا الإنتاج الذي هو هذه القوانين الدولية هي موجودة في نطاق من رابور دو فورس يعني ميزان قوة عالمي ثقافي فكري إيديولوجي يريد هذا. إذن مشكل كبير، كيف نتعامل كتونسيين، كيف نتعامل كعرب، كيف نتعامل كمسلمين مش مسلمين بضرورة الدين ثقافيا مع هذا الأمر. هذا أيضا أعتقد أنه مشكل كبير جدا مطروح و ما تحبوش تعطيني لا لا لأنه في لا فقط لا نقطة ثالثة أمان على نقطة ثالثة لأنه بعجالة لو في أسئلة لأنه في متدخلين ثلاث متدخلين آخرين بعجالة والفكرة وصلت بعجالة طمنك قمنا بمسح مهني يبين أنه ما نقولش أغلبية يقول يا سيدي على الأقل نصف المجتمع التونسي معارض لقضية المساواة بما في ذلك النساء نصف المذنبين. الآن هناك مشكل ما بين مبدأ التسوية لأن يعني التقرير يريد أن يفرض مبدأ المساواة وقاعة المساواة وما بين حق هؤلاء الرجال والنساء التونسيات في رافضين للتسوية. ما هناك مشكل، هل نعطي أولوية لمبدأ المساواة أم لمبدأ الحرية؟ أليس هؤلاء من رجالا ونساء الرافضين للتسوية أو أن نفرض عليهم التسوية وبدل أن سياق أخرى ممكنة أليس من حقهم أيضا أن يرفضوا المساواة أو أن يعني أن تفرض عليهم المساواة؟ هذا مشكل كبير ولحد الآن مع الأسف الشديد أن النقاش في تونس نقاش مؤدلج ولم يرتقي إلى المستوى اللي يكون عليه. وهي هاي هذا فضاء للنقاش ويعطيك الصحة إذا انسى متاح الفضاءات للتعبير حتى سي محمد الهادي كلمة ليك سي محمد الهادي ثم سي شكرا للمنظمين شكرا للأستاذة سلوى الحمروني باش كل حديث مخصص أكثر للأستاذة. نحترم خونا ومشكور جدا أعطانا التجربة العراقية. أنا الملاحظة الأولى اللي نسوقها للأستاذة هو القراءة الانتقائية لفصول الدستور.
الدستور حتى أنت نقضت نفسك عند قراءة جزء من التوطئة اللي هو لا يعبر أساسا على ما تريدين قوله. المسألة الثانية الإصلاح المجتمع، أي إصلاح يتم المجتمع عمره ما يكون يفرض من فوق، عادة يكون إفراز واقع المجتمع ثم بعد ذلك تتقنن الممارسات الاجتماعية هذه في قوانين. ولكن الشبهة لهنا اللي تأتي عندما تفرض مثل هذه القوانين بقوة الدولة على مجتمع في أغلبه رافض لمثل هذه لمثل هذا التقرير أو لفكرة المساواة. مسألة أخرى تحدثت عن عهد الأمان، عهد الأمان ليس فيه ما يناقض لا دين ولا شريعة، باعتبار أن كل الفصول اللي جاءت هي تعبر على الفكر اللي وصله التطور اللي وصله الفكر الإنساني والإسلامي في تلك الفترة، وخاصة مسألة معناها العتق العبيد وتحريم العبودية إلى آخره، اللي هو مبدأ من مبادئ الدين ومبدأ من مبادئ الإسلام اللي جابها الإسلام. أسوق ثلاثة مشاهد من الآية القرآنية وحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وقول لعمر رضي الله عنه فيما يخص هالمبادئ هذه الكونية ومبادئ حقوق الإنسان والمسائل هذه. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس، والخطاب لما يكون للناس فهو للعالمين، لكل الناس بما فيه مسلم وغير مسلم، هو خطاب عام يتحدث يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسأتي على تفسير معنى التقوى هنا وليس على قلب قراءة أخرى. المسألة الثانية هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أنه ما فماش تمييز، وإحنا الإسلام لم يأتي بتمييز بين الشرائح. يا أيها الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس إنا خلقنا إنا ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربين على عجمي ولا لعجمين على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. ثم الشعار العالمي الأول لحقوق الإنسان، وما فهم حتى لم يسبقه إليه أحد، عمر نطق به في ذلك الوقت من 1440 سنة، يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فماش عبودية، ما فماش شكون باش يجي يستغل أي إنسان مهما كان لونه أو عرقه أو الطائفة اللي ينتمي لها. إذن التغيير نحب نرجع لهنا أن يكون من داخل المجتمع هو اللي يفرز القوانين اللي هي باش تنظم هذا التطور في المجتمع. مثلا فيما يخص المساواة واللي ذكرت كثيرا، اللي هناك فلسفة في المواريث لابد أن نفهمها، وإذا ما نفهمهاش في الإسلام خاطر الإسلام يأخذوه كمنظومة متكاملة وليس مجزأ نقول هاي المرأة مهضومة الحق. بالعكس، ما جاء في مشروع القانون سواء في التقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة أو في المشروع المقدم الآن لدى مجلس النواب هو يضر بالمرأة أكثر من الرجل، وهذا سيجعل من المرأة أداة للعمل وسيهضم حقها باعتبار لحظة بركة فقط في أقل من دقيقة سأوجز في هذا، لأن المرأة اللي الآن تأخذ نصيبها من الميراث وما تصرف منه حتى شيء على عائلتها لا بالقانون ولا بالشرع إلا بإرادتها هي وحدها. هذا القانون، وارجع لمجلة الأحوال الشخصية ولا من ناحية شرعية اللي أنا طبعا نبين فيه، ما تصرف إلا بمحض إرادتها بمحبتها لعائلتها ولادها كذا. أما لما يتقنن هذا المساواة ستصبح مجبورة المرأة على خوض العمل، وإلا الرجل سيطالبها بالإنفاق بالقوة وبالقانون قصرا، إلى جانب أنه هي ما تخش كم. إذن في ثلاثة كلمات فقط سأريدها، تقسيم المواريث في الإسلام هو يكون في ثلاثة مسائل. أول حاجة هو القرابة بين الوارث والمورث، والقرابة هذه ينجم القريب
اللي هي بنت تاخو أكثر من الرجل اللي هو أبعد، وهذا موجود من غير تفصيل. المسألة الثانية بعجالة هو المواريث تقسم حسب المقبلين على الحياة والمدبرين. المقبلين هم الشباب سواء كانوا إناثا أو ذكورا، والمدبرين هم الأباء والأمهات. البنية والولد اللي هو مازال باش يكون روحه، مازلت نقصة ثالثة صغيرة، والمدبرين على الحياة اللي هو البو والأم ياخذوا أقل. إذن ما عندهاش علاقة لا بالذكورة ولا بالأنوثة. المسألة الثالثة هو الأعباء المالية اللي هي معناها تحمل على الرجل سواء كان أب أو زوج أو أخ، أو معناها تحمل على الرجل. لذلك كانت لهنا المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين. في المسألة ما عندهاش علاقة لا بالأنوثة أو الذكورة، ونحب إن شاء الله نعملوا هالحوار هذايا حتى نقربوا لبعضنا، ويكون هناك أشياء إيجابية نقدموها لمجتمعنا ونقدموها للمرأة والرجل على حد السواء، لأنه هما متساوون في الحقوق والواجبات وليس في الأحوال الشخصية. وشكرا لكم. شكرا سي ممدوح، الكلمة لك، وبعد سي حاتم، ونرجع بعد للأجوبة والتفاعلات. شكرا. في البداية أتقدم بالشكر للمتدخلين الكريمين على مداخلتهما القيمة. تساؤلي موجه إلى الأستاذة سلوى. في البداية أستسمحكم قراءة نص قصير كتبه أحمد ابن أبي ذياف، مع العلم أن أحمد ابن أبي ذياف هو الذي كتب عهد الأمان، وكان مقربا من السلطة، كان مستشار البي وبطبيعة الحال، فهنا كتاباته خاصة في تشخيص الوضع في تونس في ذلك الوقت تهمنا كثيرا. النص يقول، وهو نص مأخوذ من كتابه إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، يقول: ومن المعلوم أن شدة الحكم القهري تفضي في بعض الكمالات الإنسانية، يعني تقضي على الخصائص الأساسية للإنسان، من الشجاعة والمروءة وإباءة الظلم بمعنى رفض الظلم وحب الوطن والغيرة، حتى صار بعض أهل الجهات من المسلمين عبيد جباية ليس لهم من منبة رؤوسهم وبلادهم إلا إعطاء الدرهم والدينار على مذلة وصغار، والربط على الخسف ربط الحمار، حتى زهدوا في حب الوطن والدار وانسلخوا من أخلاق الأحرار. هذا ابن أبي ذياف الذي كتب عهد الأمان. السؤال هنا: في أي سياق كتب هذا القانون؟ نحن نعرف أن السياق كان سياقا لم يكن نتيجة مطلب اجتماعي، بالأكيد كان نتيجة مطالب وضغط قوى أجنبية خاصة الفرنسية وإنجليزية للهيمنة على تونس. وحتى قانون عهد الأمان الذي سوى بين التونسيين وبين الأجانب في نهايته استفاد منه الأجانب، خاصة في التمتع بحق التملك في مجتمع مفقر لا يستطيع أن يتملك شيئا. السؤال: هل يمكن الحديث عن تفعيل منظومة حقوق الإنسان في ظل نظام استبدادي وقمعي، أو ضمن سياق تحديث قسري كما قامت به الدولة الوطنية بعد الاستقلال، حيث تحتكر الدولة عمليات التنمية والتحديث والإدماج الاجتماعي؟ وخاصة نحن نعلم سوسيولوجيا أنه لا يمكن الحديث عن تغيير المجتمع بمجرد مراسيم قانونية. مع الشكر. شكرا أستاذ حاتم. شكرا سيد رئيس اللجنة الجلسة واللجنة. حبيت كلنا مدام جلسة لجنة لجنة حقوق الحريات، حبيت نشكر كل المدخلين المحاضرين وكل الحضور. حبيت نقدم نفسي حاتم الرصايسي، طالب شهادة دكتوراه في علوم التصرف وناشط في المجتمع المدني. الأسئلة باش تكون بالأساس للسيدة سلوى الحمروني، ويمكن سؤال أخير للسي حيدر. حبيت
نقول كونك تحدثت عن المبادئ الدستورية والقانونية التي تتمثل في المساواة والشرعية أو القانونية وعلوية الدستور ودولة القانون والمؤسسات والحقوق الفردية والعامة وما إلى ذلك. وإحنا نعرف السيدة الكريمة كون القوانين بتبع تخضع للتشريع والتنفيذ والتطبيق والإعلام والثقافة على المجتمع وما إلى ذلك من مدخلين. الأسئلة باش تكون مباشرة ديريكت، هل أعطيت قضية جيس تمهيد؟ أما حبيت نقولك هل يمكن الحديث عن الحقوق والحريات الفردية والفردانية في جميع أبعادها في ظل سلطة تشريعية تفتقد للخبرة والتكوين القانوني والحقوقي وربما شبهات فساد تتعلق ببعض من أعضائه؟ هذا السؤال الأول. الثاني، هل يمكن لنا الحديث عن جودة النصوص التشريعية لحقوق لضمان الحقوق الفردية والعامة وحقوق الإنسان؟ وكيف يمكن، السؤال الثالث، وكيف يمكن لسلطة تشريعية أن تراقب السلطة التنفيذية بآليات وتقارير السلطة التنفيذية نفسها؟ السؤال الأخير يتعلق بالسلطة القضائية وعلاقتها بضمانات الحقوق والحريات. احنا اليوم نشوفه فما تغول للقضاء وفما كوربوراتيزم اللي هو التضامن السلبي فيما بينه، هل هذا يضمن الحقوق والحريات الفردية؟ سامحوني في الكلمة، اليوم نحكي على عصابات، نحكي على طوائف وإنكار للعدالة، وهل يمكن في هذا السياق الحديث عن دستور جانفي 2014 يمكن الحديث أو وصفه بدستور المغانم والطوائف؟ سؤال آخر يتبدل الذهن، كيف يمكن الأخير، كيف يمكن لرئيس الجمهورية الضامن للحقوق والحريات والضامن لهيبة الدولة والضامن لعلوية الدستور أن يمرر قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي عبرت عنه الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القانون وقالت أن هذا القانون غير دستوري خاصة في متعلق بالتركيبة بتاعه كون التركيبة متاع المجلس الأعلى للقضاء ولا اللي هي تلم مثلا الخبراء المحاسبين وغيره وكونه هذا الكل ماهوش قاعد يتم، هل يمكن اليوم في المساواة اللي حكيت عليها وأكدت عليها كمبدأ دستوري ومبدأ ومبادئ دستورية ومبادئ قانونية المساواة أمام القانون والمساواة في القانون نفسه كونه اليوم ما يطبق القانون إلا للناس المعينين وبالتالي احنا نعتبره كونه اليوم القانون جعل ليطبق على فئة معينة دون غيرها وبالتالي اليوم لا وجود لضمان للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها. مع الشكر، يعطيك صحة. الكلمة لك أستاذة سلوى. بعد لأنه المتدخلين مش يتولوا الإجابة وبعد أي لأنه في 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 دورة أخرى معناه هذا هو. شكرا، سأحاول أن يعني تقريبا الأسئلة تدور نحو حول نفس المحاور أو نفس الملاحظات، سأحاول أن أجمعها. أنا سعيدة بأن يكون هناك نقاش حول هذه المسألة وأنا أتلقى أكثر عدد من الأسئلة، كنت أود أقل تشنج ربما في توجيه الأسئلة ولكن هذا جيد. ملاحظة الأولى انطلاقا مما قاله الأستاذ الهرماسي ولكن أيضا سي محمد الهادي حول دور الدولة أو حول ما كل ما قيل حول الإصلاحات الفوقية والإصلاحات التي يعني لا علاقة لها بالمجتمع.
صحيح أنا انطلاقا من تجربة عهد الأمان حرصت أنا نفسي أن أبين الظروف، قلت هناك ظروف ذاتية متعلقة حتى بانبهار الباي ببعض بما رأيه في فرنسا وما رأيه في الغرب، والعديد من البيات عاشوا ذلك، ولكن هناك ظروف موضوعية وهناك ضغوطات أجنبية، هذه يعني مسائل تاريخية لا نشك فيها ولا نشكك فيها. ولكن هل يعني هذا أنه ما نعيشه اليوم في تونس هو يعني يشابه ما عاشته تونس في القرن 19؟ لا، قطعا لا. لماذا؟ لأنه اليوم تونس دولة مستقلة، تونس دولة مستقلة، وتونس ما بعد 14 جانفي دولة مستقلة ولكن أيضا ديمقراطية. لماذا أقول هذا؟ أنا من أولئك الذين يرون بأن القانون له دور طلائعي في المجتمع، أنا من أولئك الذين يرون أن الدولة ما قيل بصورة ربما سيئة أو سلبية بأن بقوة الدولة وبفرض الدولة، نعم أنا أؤمن بأن هذا هو دور الدولة. الدولة والقانون، القانون يجب أن يكون متقدما على المجتمع. هذا لسبب بسيط، لأنه لو قلنا بأن القانون هو مرآة للمجتمع ويعكس، يجب أن يعكس تماما ما كل ما يوجد في المجتمع، لا رأينا أن السودان إلى اليوم بقيت دولة تقوم على الاسترقاق. اليوم إلى اليوم 2019 في السودان الرق والاستعباد ممارسة اجتماعية مقبولة ومحبذة في بعض الأوساط. لو أردنا أو لو بقينا فيما ينتظره المجتمع وما يقبله أو لا يقبله المجتمع، لنجد أن هناك مجتمعات عديدة تحبذ ختان البنات وتعتبر أنها مسألة جيدة وأن تزويج القاصرات مسألة جيدة إلى غير ذلك. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن في دولة ديمقراطية المجتمع له صوت. مش صحيح هذه الحاجة الفوقية وكأنه من أين تأتي القوانين؟ وهنا أتحدث عن اللجنة سي الهرماسي. اللجنة لا تشرع، ها المشرع وراك قاعد بحثيك سي جلاسي، هو الذي سيقرر إن كان سيتبنى المشرع نحكي سلطة تشريعية. أي لا، من فضلك لا من فضلك، عاد ما سمعتك أنا نص ساعة وما تكلمتش. أنت قلت اللجنة، من فضلك قلت اللجنة تريد أن تفرض هذا. أنا بقى تكلم وحدك مالك، ما تحبش تسمعني تكلم وحدك؟ لا نجاوب فيك وتخليني نجاوبك، ما تقصش عليا، هذا الحد الأدنى من الاحترام سي الهرماسي. اللجنة قدمت مقترح إصلاحات إلى رئيس الجمهورية على أساس الأمر الذي أنشأها، ما بعد ذلك يهم رئاسة الجمهورية، تتوجه بالملاحظة متاعك لرئاسة الجمهورية، ثم من سيقرر أخيرا ما الذي سيأخذ وما الذي سيبقي هو السلطة التشريعية. ومن أين تأتي السلطة التشريعية؟ هل السلطة التشريعية سلطة يعني منين جاءت السلطة التشريعية؟ هي سلطة تمثل الشعب التونسي الذي اختار نوابه عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة. إذا كان قبلنا بمبدأ الديمقراطية نبدأ من هذا، وما خرج عن ذلك في نظري يأتي في باب الشعبوية. لا يمكن أن نقول أمر إلى الأستاذ محمد الهادي.
هناك جانب أجبت عنه من خلال دور الدولة وما ودور الديمقراطية ومسألة الإسقاط الفوقي. إذن اتفقنا على أنا لا أرى المسألة بهذا الشكل وأراها بالعكس في باب الممارسة الديمقراطية. ربما لو قيل هذا زمن بورقيبة، يعني بورقيبة عندما فرض تعدد الزوجات في سنة 1956 ولم يكن ذلك مطلبا اجتماعيا، ولم يكن مطلب اجتماعيا، يعني لم يتمكن من مصاحبة ذلك بإقناع أو بالحديث معنا المجتمع. هذا الفرق. اليوم مانيش في عام 56، اليوم هناك مقترحات، هناك مقترح، هناك مسألة مطروحة للنقاش، والدليل على ذلك أننا نتناقش اليوم بكل حرية حول هذه المسألة. دونك ليس هناك، لن يكون هناك أي فرض من أي جهة كانت. هناك مقترحات، فيما بعد صحيح هناك ميزان قوى ربما سيحسم هذه المسألة. أنت قلت لي حول القراءة الانتقائية، الحقيقة مانيش متفقة معك، ماهيش قراءة انتقائية، خاطر مانيش باش نقوم نقرأ لكم الدستور كل في إطار المحاضرة متاعي. علاش قريت الفقرة هذيك؟ بالعكس، أنا قريت الفقرة لأنها هي الفقرة ذي متاع التوطأة، هي اللي تعكس هذا البحث الذي نجده في السلطة التأسيسية عن التوازن بين من يريد الذهاب أكثر نحو الهوية ونحو الخصوصية الثقافية، ومن يريد الذهاب أكثر نحو الكونية. أنا بينت من خلال الفقرة هذه أنه تم تزويج المسألتين، يعني الفقرة تعمدت تقريتها الكل لأنه نتحدث عن تعاليم الإسلام، نتحدث عن الإرث الإصلاحي، نتحدث عن المقاصد الإسلام، وهذا هام جدا. وأنت ذكرت عبارة الشريعة، ونحن نعرف أن الدستور لم يتحدث تماما عن الشريعة، وأنه كانت مسألة مطروحة وطرحت أمام المجلس الوطني التأسيسي ولم يقع استعمال أو اعتماد الشريعة. نحن في تونس المصدر هو القانون الوضعي، قد يكون المنظومة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية أو حتى الدين الإسلامي أو حتى الشريعة مصدر مادي نستلهم منه بعض الأشياء، ولكن هذا لا يعني أننا نطبق الشريعة. الفصل الأول والفصل الثاني إلى جانب التوطأة أظن حسموا المسألة، باعتبار أننا أبقينا على الفصل الأول. وهنا ملاحظة صغرى حول الفصل الأول، حتى يعني هو غالبية رجال القانون يقول أنه ما وجد في الفصل الأول هو وصفي وليس حكمي، ولكن أذهب أكثر من ذلك. يعني لنفترض بأن ما ورد في الفصل الأول هو حكمي، ما معنى هذا؟ ما معنى أن يكون للدولة دين؟ الدولة شخصية معنوية. ما الأثر الوحيد الذي رتب عن ذلك في الدستور؟ هو أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون إلا مسلما. ما عدا ذلك لا نجد تبعات قانونية على ما ورد في الفصل الأول. بالعكس، نقرأوا الفصل 6 تلقاو حرية الضمير والمعتقد، نقرأوا الفصل 21 نلقاو المساواة. الآن بعجالة، خاطر أنت عطيت برشا عناصر حول يعني من خلالها تقول الناس اللي يرفضوا المساواة وكيف يمكن أن المثال أنت اللي عطيت مثال، ونعرف أن المثال هذا ريكورون ياسر في النقاشات الكل، هو أنه في بعض الحالات ترث البنت أكثر من الأنثى أكثر من الذكر. مش صحيح. علاش؟ خاطر يلزمنا نقوله في نفس درجة القرابة، يعني الأخت مع أخيها ترث قد أخوها. ليه؟ ما نجمش نقارن الأخت أنا مع ولد عم خالة أبوها، فهمت؟ دونك الحقيقة احنا أنا ما ندخلش، مانيش مختصة في الدين، ولا يهمني أن أعطي مثال أو أن أقنع الآخر بوجهة نظر الدينية، فما ناس مختصين. أنا نعرف مسألة، هو أنه نتفق الدستور ينص على المساواة في الحقوق والواجبات أم لا. هذا إذا اتفقنا فيه نذهب إلى المساواة. الدستور ينص على المقاصد الإسلام إلا إذا كان رينا أنه إقرار المساواة تناقض مقاصد الإسلام.
ولا نولي وراو أنه التمييز بين الرجال والنساء هو من جوهر الإسلام، هل هو من جوهر العقيدة؟ يعني نقول لك هذا بدون أن أدعي أني أفهم في المسائل الدينية، ولكن أنا نسأل هل أنه عدم المساواة والتمييز هو في جوهر الدين الإسلامي؟ نعطيك مثال بركة صغير باش نشوف باش يعني نتفقوا أنها مسألة ماهيش فقط دينية. اليوم في تونس العديد من النساء لا تتحصل إلا على لا تتحصل حتى على الثلث اللي معمول به اليوم. هل فيكم هنا من استمع يوم إلى خطبة أو إمام أو رجل دين يقول للناس اللي خذوا ثلث متاع أخواتهم راهو حرام وراهو مخالف للدين إلى غير ذلك؟ أنا لم أستمع إلى هذا تماما. دونك المسألة نحن نعلم جميعا أنها ليست فقط في علاقة بالمعتقدات وبالدين، أنها مسألة اقتصادية، لأن اليوم وأنا أيضا لا أتفق معك في هذه النقطة الإنفاق اليوم يعني حتى في الأواسط الأكثر فقر، وهذا زاد مغالطة كبرى، وأنها مسألة الميراث تهم النساء، بالعكس النساء المرأة المترفهة لا تحتاج إلى ذلك، حتى في يعني المهن الأضعف والأكثر الأوساط الأكثر فقر نجد أن المرأة مش تساهم في عديد الحالات، المرأة هي العائل في العائلة وتلقاها الراجل قاعد في القهوة والمرأة تصرف عليه. دونك الإنفاق موجود فعلا حتى وكان القانون ما يجبرش المرأة، ولكن المرأة تنفق فعلا، والقوامة اللي على أساسها جاء التمييز في الميراث فعلا اليوم وقع تجاوزها، لأن النساء تنفق بقدر الرجال باش ما نقولش أكثر من الرجال. دونك أنا في نظري هي مسألة عدالة اجتماعية أكثر منها مسألة دينية، ومن ناحية قانونية مسألة تناغم بين النصوص القانونية. كلمة بركة جنان خاطر وكأنه الاتفاقيات الدولية كأنها حاجة جايتنا من عالم آخر، راهي الفصل 20 في الدستور التونسي ينص على أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية أعلى درجة من القوانين، والدولة التونسية دولة سيدة نفسها وأقل من الدستور بطبيعة ذاك، علاش ما تصادق لما أنت تتعدى على مجلس نواب الشعب؟ والدولة التونسية سيدة نفسها ولا أحد أجبرها أن تصادق على الاتفاقيات الدولية، ولكن إذا صادقت على الاتفاقيات الدولية لا يمكن للدولة، هوني نتحدث من وجهة نظر القانون الدولي، راني مانيش نتحدث على القانون الدستوري، من وجهة نظر القانون الدولي لا يمكن لدولة أن تتعلل بقانونها الداخلي لتتفصى من مسؤوليتها الدولية ولعدم تطبيق التزاماتها الدولية. دونك لنكون نكونوا متفقين. يعني سامحني جنان خاطر برشا أسئلة كمان. أي نفس الشيء ذو اللي سي ممدوح جاوبتك على مسألة التحديث القصري، أنا فسرت في علاقة بالدولة قصري إذا كان المجتمع ما عندوش حتى طريقة للتعبير عن رأيه، إذا كنا في دولة ديكتاتورية، إذا كانت المسألة تحدد بدون نقاش إلى غير ذلك. أنا نظن أنه في تونس اليوم في تونس 2019 نحن أبعد ما نكون عن التحديث القسري، وبالعكس إحنا الترددات والتجاذبات هذه الكل تثبت حاجة، تثبت أنه هناك حوار مجتمعي. نجم نفكر واللي نحب راه حول تقرير لجنة الحريات والمساواة ونقيموه كما نحب، ولكن على الأقل فما حاجة حركتها اللجنة، وهي أنها طرحت مواضيع كانت يعني في بوتقة ضيقة ولا كانت تعتبر ممنوع، أصبحت يعني الناس الكل، فما ناس نجم نقول حتى من هب ودب لعمره ما قرأ تقرير اللجنة تقاه يتحدث على تقرير اللجنة لأنه وقع الاهتمام بهذا. سي حاتم زمني نعمل ملتقى أنا آخر باش نجاوبك على الأسئلة متاعك، أولا لأنها مش في علاقة مباشرة، ما هيش في علاقة أنت ألو به باش نجاوبك على النقطة هذه اللي أخذ ليها، أنت تحدثت على علاقة السلطة التنفيذية وبالتشريعية وعلى الفساد وعلى كيفاش السلطة التنفيذية التشريعية تعمل قوانين على أساس تقارير من السلطة التنفيذية، هذا كل يدخل في إطار النظام السياسي وآلية الرقابة في النظام السياسي إلى غير ذلك. ربما اللي في علاقة مباشرة باللي كنت أقول فيه حول مسألة الحرية هو دور القاضي. أنت تعرف أنه الفصل 49 من الدستور ينص على إمكانية الحد من حقوق والحريات وعلى
الشكر سميع الكلوز لا يعني عدم الإمكانية التراجع عن حقوق الإنسان، معناها اللي وصلنا له اليوم ما عادش نجمه نهبطه تحته في مجال حقوق الإنسان، هذا بمقتضى الدستور. ونفس الفصل 49 يقول السلطة القضائية أو القاضي هو الضامن للحقوق والحريات. وهوني الحقيقة مسألة، هي سؤالك يظهر بسيط ولكنها مسألة معقدة جدا. علاش؟ لأنه في المجال هذا راهي ماهيش فقط مسألة استقلالية هيكلية متاع القضاة، يعني أنه القضاة ما يتلقاوش تعليمات وما يتلقاوش تليفونات وما يتلقاوش أوامر، لا، في مجال الحقوق والحريات بطبيعة يلزم القضاء يكون هيكليا مستقل، ولكن أيضا تكوين القاضي له دخل. نجم نقول لك أكثر من هذا، راهو القاضي إنسان كيفي وكيفك، يعني عنده قراءات مختلفة وعنده توجهات وعنده باكجراوند معناها اجتماعي ولا اللي تحب أنت يأثر في موقفه. وهذا ننهي جنان مع الملاحظة، يهزني المسألة هامة جدا، هي مسألة تأويل النصوص القانونية وتأويل النصوص الكل. ما فماش نص لا يقبل التأويل، وهناك مدارس كبرى في القانون يعني توضح كيف أن النص لا ينطق بذاته، نص في حد ذاته ما ينجم يقول شيء. علاش؟ لأنه ينجم يقول حاجة والنقيض متاعها، ينجم يقول حاجة وأشياء أخرى. دونك مسألة التأويل هامة جدا، ذاك علاش القاضي وفي مشروع لجنة الحريات الفردية قلنا أيضا وأن القاضي عليه أن يؤول دائما النصوص القانونية في اتجاه الأصلح والأقرب للحريات منها إلى الحد من الحريات. في البلدان الديمقراطية يقال دائما أن القاضي هو الحامي الطبيعي للحقوق والحريات. ما معنى الحامي الطبيعي؟ يعني وقت لا ديفيونس دو لا لوا ولا وقت لامبيفالونس دو لا لوا، القاضي وقت اللي باش يختار يمشي منا ولا منا، هذه تهزوا الحد من الحرية وهذه تهزوا الأكثر حرية، هو يمشي المفروض الأكثر حرية. نتمنى أنه يكون عنا قضاة في يوم ما من هذا الصن. لدينا موجود، هو راه حتى في القضاء الإداري وفي القضاء العدلي باش ما نظلمش القضاة، ولكن يعني منا ومنا فما مسألة متعلقة بالتكوين وفما مسألة مسائل أخرى، ولكن أظن أنه يعني تعافى القضاء، لو تعافى تماما القضاء في بلادنا أنا يظهر لي مش حاجة تنجم تخوفني بعد هذا. شكرا. مع ضرورة التركيز تركيز المحكمة الدستورية في عقد الأجيال. وي لأنها هي أيضا من الدعامات، هي الحلقة الأولى في ضمان الحرية بالطبع. شكرا للأساتذة الذين تفضلوا بالتعقيب. مع السي عبد اللطيف بس في ملاحظتين قبل أن أروح إلى ملاحظة الجوهرية. أنا تناولت بالورقة موقف المؤسسة الدينية السنية، طبعا ليس هناك مؤسسة دينية سنية في العراق، يعني المؤسسة الدينية الشيعية حافظت على استقلاليتها في عين عملية العلمنة مست بشكل جذري هاي المؤسسة. أنا أشتغل على بحث عن تاريخ المؤسسة الدينية السنية في العراق، وعملت مقابلة مع أكبر رجل دين سني في العراق الآن، كان يحدثني عن 400 مدرسة في آخر الحقبة العثمانية. في بداية الستينات لم تبقى سوى مدرستين دينيتين، وألغي منصب مفتي الديار العراقية. عبد الكريم قاسم لم يكن شيوعيا، نعم فترة عبد الكريم هي فترة نفوذ الحزب الشيوعي العراقي وليست فترة حكمه، لكن يجب أن نقول أن قانون الأحوال الشخصية هو ليس من بنات أفكار الشيوعيين العراقيين، هو من بنات أفكار عسكري تأثر بالتجربة الأتاتوركية كحال كثير من ضباط المنطقة، فأراد أن يقوم بتجربة تحديث قسري. أنا حسيت سؤالك غير أكاديمي سي عبد اللطيف، لأن أنت طالبتني أن يكون لي موقف من القانون، هل هو نتاج إرادة المجتمع؟ أنا كنت أصف لحظة تاريخية، أنا عندي موقف وموقفي من حقبة عبد الكريم. سي عبد اللطيف أنا موقفي كتبته في بحوث أخرى. في تلك الفترة لم تكن الديمقراطية حاضرة، كان سؤال التحديث هو السؤال الأساسي، وأنا سأتي إلى أهمية علاقة سؤال التحديث بالديمقراطية. نحن الآن حين ندرس تجارب الانتقال الديمقراطي، هناك إشكالية كبيرة في العلوم السياسية في الدراسات التي تتناول هذا الأمر منذ الستينات مطروحة، وهو علاقة الديمقراطية بالتحديث. هل يمكن أن تبني تجربة ديمقراطية من دون أساس تحديثي؟
طبعا هناك تنازع بين مدرستين، بين المدرسة التي تعتقد مارتن ليبسيت عالم السياسة الأمريكي يعتقد أنه لا يمكن أن تبني ديمقراطية من دون تحديث، في حين هناك مدرسة أخرى تعتقد أنه الديمقراطية هي نوع من التفاوضات السياسية كما في تجربة أمريكا اللاتينية. نحن، واسمح لي هذا الكلام سأقوله من شخص غير تونسي، لكن هكذا نقرأ ونفهم التجربة التونسية. هناك عوامل كثيرة في أن التجربة التونسية هي الوحيدة التي نجت من ركام الربيع العربي، عوامل كثيرة، لكن واحدة من أهم العوامل التي نحن نعتقد بها ونكتبها أن هناك دينا للتحديث البورقيبي في نجاح تونس ما بعد 2011، بمعنى هذا التحديث بأي شكل كان، إخراج المرأة للعمل، قوانين العمل، قوانين التعليم، إنتاج مجتمع متعلم، هذا لا يمكن أن تعزله تقول تونس نجحت لاتفاق الشيخين، مو صحيح. لا، هناك يعني بس إذا تسمح لي، فإذا التحديث الذي خسره العراق في لحظة كان يمكن أن تنبني عليه تجربة ديمقراطية مختلفة عما حدث. أنا طبعا بالبحث لم أقف عند موقف من قام بقانون الأحوال الشخصية، أنا حاولت أن أصف ردود الفعل، وما أردت قوله أنه رد الفعل هو مو بالضرورة متعلق بالمحتوى، بل متعلق حتى بالموقف من الدولة الحديثة. أرجع هذا السؤال، أنا أعتقد الجلسة كلها حكمها هذا، قصة الأستاذ ممدوح قال المجتمعات لا تتغير بالقوانين، من قال ذلك؟ كيف تثبت ذلك؟ يعني أنا أتصور نحن نتحدث عن شيء هلامي اسمه مجتمع، وكأن هناك إرادة لهذا المجتمع متفق عليها، وبالتالي إرادة المجتمع هي التي تحرك التاريخ، هذا غير صحيح. مجتمعاتنا لم تتحرك، أولا حركتها قوة خارجية مثل الاستعمار، الاستعمار هو اللي خلق مجتمعاتنا الحديثة لنعترف بهذا، وهو قوة خارجية، وحركتها إرادة التحديث التي توافرت لدى بعض الأنظمة التسلطية في المنطقة. لكن أنا أضيف على اللي قالت الأستاذة سلوى، لا أحد يطالب الآن بأن نرجع على تحديث على طريقة أتاتورك ولا حتى على طريقة بورقيبة، أن يكون هناك زعيم مفوض الصلاحيات يبقى 20-25 سنة ولا أحد يسأله. لكن بالمقابل أرجو أن لا نختزل التجربة الديمقراطية بأن هي قضية تداول، مجرد تداول سلطة، يطلع السبسي يجي غيره ويطلع يوسف الشاهد يجي غيره، ليست هكذا الديمقراطية. ما ندافع عنه أن تكون لدى الدولة القائمة الآن في كل بلدان أن تكون هناك رؤية لتحديث هذه المجتمعات، ولا تختزل تجربة الديمقراطية بأنها مجرد أدوات تضمن انتقال السلطة. هذا اللي أعتقد أنه إلى الآن متوافر في تونس، وجزء من هذا الجدل الحي لكنه للأسف افتقد في تجربة المشرق العربي. بس أرد أعلق على قصة، يعني طبعا لا أحد يستطيع أن يمنع أي فرد في هذه المجتمعات، الرجال والنساء، من أن يقول لماذا نحن لا نكون كرجال ونساء المجتمعات الأخرى، نتمتع بالحقوق كحقوق بغض النظر عن السياقات. سي محمد الهادي، أنه نمنع المرأة لأنه العمل راح يسويها ما أعرف شنو، الحق لا يناقش، الحق يتمتع به الإنسان في لحظة ولادته بغض النظر عن كل الالتباسات. لكن أنا أعتقد بالنهاية من سيخوض هذه المعركة وليس المدنيين وليس العلمانيين، أنا أعتقد هذا السؤال موجود داخل الكتلة الدينية، راح أنا أستعمل تعبير لغرامشي، تعبير الكتلة التاريخية اللي يتحدث عنه غرامشي، أن تظهر كتلة تاريخية تعيد تفسير أو تأويل النص الديني، أو على الأقل تأرخة النص الديني، أن تتحدث أن هاي المساواة في الأرض ظهرت في مجتمع معين بسياقات معينة، ولدينا باحثون عرب كتبوا عن هذا، محمد أركون لديه بحث كامل حول قضية السياقات اللي طلع بها تشريع الأرض في مجتمع قبائلي، كان يخشى أنه إذا تزوجت المرأة من قبيلة أخرى تذهب هذه الأموال لقبائل أخرى، وأعتقد هذا متداول لدى الباحثين المعنيين. لكن نحن الآن نتحدث عن مجتمع آخر، لكن بالنهاية من سيقوم بإعادة تفسير النص الديني أو تأرخته، وضعه في سياق التاريخي، تخليص تحريره من لا زمنيته لا تاريخيته، من إطلاقيته المفروضة عليه في تقديري، وضعت في القرن الثاني مع عصر التدوين، هذا من سيقوم به مو أنا ولا الحضورنا، هذا من سيقوم به كتلة تطلع من داخل المؤسسة الدينية تعتقد أنه يجب الآن إحداث نقلة تاريخية داخل الإسلام.
تجاوزنا الوقت، ممكن تدخل حضرتك يعني بشكل ممكن برقي. زوز متدخلين. لا أمان. تفضل. المايك. لو في ميكرو. اسمحوا لي احكي بحرية شوي. بيجي على تونس على اساس تجربة منافيات، على اساس يعني ثورة نجحت نسبيا وتعبر عن دينامية ونوع من ديمقراطية. ما فيش ديمقراطية واحدة بالعالم ولا في ديمقراطية مثالية. فبيجي لهون بياخد انطباع كأن في طرف مغلوب او يعني مش حاصل على حقوقه. وهذا انا من برا ما عندنا هالانطباع، عندنا انطباع انه المجتمع التونسي هو انتج ما انتجه دستور او غيره. المهم انا عندي سؤال اساسي بيرجع لكيف نتعامل مع الدوله. الاسلاميين بيقولوا انه الاسلام دين ودوله. ووقت اللي اجى النبي محمد هون، اسمحوا لي كمان اتعامل مع الاسلام بشكل تاريخاني. وقت اللي اجى وفرض قوانينه على المجتمع، هل كان هو المجتمع تطور داخلي وتطلب من المجتمع؟ كثير من القوانين اللي فرضها هي كانت جديده واخذت كثير وقت لحتى ريست لحتى قبلها المجتمع، اخذت يمكن اكثر من عشرات اذا ما قلنا مئات السنين. وإذا كان لازم نبقى على نفس القوانين اللي نزلت إذا هي مقدسة وممنوع ندقرها، لازم هلأ نقطع الأيدي ونقتل الزانيات ونزوج بنت عمرها 6 سنين وإلى آخره. فلماذا التعامل مع الدولة الحديثة بشكل مختلف بنفس منطق المتدينين عن تعاملهم مع الدولة الإسلامية؟ ما هي دولة هناك وعملت قوانين من فوق ومشيت على المجتمع وتغير المجتمع. ولماذا علينا أن نتعامل مع التراث كمقدس وغير قابل للتطوير؟ يعني الإسلاميين هلأ اللي بيدافعوا عن الإرث وإلى آخره، منلاحظون أن هني عندهم كل وليات الحداثة أو عم يستفيدوا من كل التطور الاجتماعي ويستخدموه بطريقة يعني لم يتكلم عنها الدين الذي يؤمنون به، ويطبقون ما يشاءون من الدين ويريدون إلزام الآخرين. هل هناك يعني من فصحى لشخص يقول أنا ما عندي شيء ضد الدين بس ما بدي تطبقوا القوانين الدينية علي، أنا بدي انتقي قوانين عالمية دولية اللي بدكن يا تاخدوه، بس أنه في تطور بالمجتمعات. وهلأ يعني امبارح سمعنا الكثير من الإحصائيات اللي بتقول أنه الجيل الجديد هو بمكان مختلف تماما، ما هول بعد 10 سنين هني رح يصيروا بالسلطة. يعني الجيل الكبير هلأ اللي عم يدافع عن تراث، ما هذا التراث عم يتغير قدامكم. يعني عليكم وقت اللي بتقروا 40% و50% و60% مثل ما بتلاقوا أنه نصف المجتمع رافض، في نصف المجتمع قابل. ماذا أفعل يعني؟ وأنا بعتقد اللي عم يحصل بتونس هو نوع من كومبرومي، وهو نتيجة تطور ونقاش وجدل وجدلية اجتماعية. وأنا ما بحس أبدا أنه في إلزام، يعني أنه في طرف حاسس حاله مظلوم وإجوا هالليبراليين وغصبوه بدستور. شكرا. شكرا. تدخل الأخير يظهر لي سي جلاسي. شكرا. قدم روح. أنا عبد الحميد جلاسي، ناشط سياسي في حركة النهضة ومواكب لله. أنا جيت هنا باعتباري مواكب الأنشطة، حضرت أمس في الجلسة الصباحية متاع أمس وأحضر أيضا اليوم. كالعادة السياسة تأكل كل شيء. المحاور متاع الندوة في بالي أمس واليوم هي دراسية بحثية، لكن بطبيعة الحال ينزلق الأمر إلى الفخ متاع السياسة والتقرير متاع لجنة الحقوق والحريات والمساواة وغيرهم. كالعادة هذه السياسة. أنا مانيش ندخل في التفاصيل متاع الموضوع ومع التقرير ولا ضد التقرير ومع المساواة ولا ضد المساواة. أنا عندي مشكل منهجي. أنا أعتبر أن الإشكال
ليس سياسيا، إشكال هو نفسي وثقافي. ثقافي بمعنى هل أن الحداثة التحديث هي دين، هي وصفة، أم أنها مسارات متعددة، أن نخرج من السياسي إلى الفكري. اثنين، السؤال الثاني، هل أنه الخلفية انت طرح الموضوع في تونس 13 أوت 2017 ولحد الآن، هل هو خلفية تحديثية للمجتمع أم هي خلفية انتخابية؟ إذا ندخل منا في نوع من السياقات. الفرض أيضا بطبيعة الحال معناش في الدولة، معناش عام 59 56، عصر الثورة، الثورة أصبحت ملكا، الدولة أصبحت ملكا للتونسيين. لكن الإشكال الكبير متاعي أنا هو التالي، جزء من النخبة الباحثة لا تأخذ نفس المسافة مع التيارات المجتمعية. أحيانا وكأنه هناك جهات تتآمر الإسلاميين، ما يقعش ما مش بشر، تقع في داخلهم التطورات الممكنة ولهم أسئلتهم ولهم حيرتهم. لا، هؤلاء وكأنهم يتآمرون، نحن لنا الحقيقة ولنا الوصفة ولنا، نحن الأطباء. هؤلاء ننظر كيف يتأقلمون، كيف يتآمرون على هذا الوضع. وجزء آخر أيضا، أنه صار الثورة عند 8 سنوات، لكن جزء من القاعدة المحافظة ليست النهضة تشعر أنها مستهدفة في دينها، غالط هو، لكن هذا هو إحساسها. وفي السياسة لا بيرسيبسيون سي لا رياليتي، يعني بالتالي لازم أنه نأخذها بعين الاعتبار. يمكن أنك الآن تمر هذا القانون، لكن التكلفة بعد ذلك القانون هذا، هل أنه مش ينجر إدماج للمواطنين في الدولة، أم أنه ثم الإحصائيات اللي تقول الآن أكثر من 80% الجسم متاع التوانسة ضد، وهذه إحصائيات متكررة. اليوم ينجم نجي أنا في البرلمان نمر 120 و115، يمكن، ولن تحدث حرب أهلية في تونس، ولن يمثل الإسلام. لكن نحب نشوف بالنسبة للمجتمع التونسي الآن كيف، مش يمكن. يمكن الناس تقول حركة النهضة نفسها دخلت في العلمانية، خانت القضية، خانت الإسلام، طعنته في الظهر، والجزء الآخر يبحث عن تمثيل سياسي له قد يهدد الوحدة الوطنية، من أيضا واللي يمشي الدعوش. بالتالي في حركة النهضة، وأعطيكم سر، بعضنا يناقش هذا الموضوع انطلاقا من قناعة دينية وفكرية، ولكن بعضنا الآخر، أنا منهم، أنا أناقش الموضوع من زاوية سياسية ومن زاوية انتخابية. يعني حتى لما أرفض هذا الموضوع أرفضه انطلاقا من السياق اللي موجود الآن منها في تونس، لكن الموضوع يتناقش ولا يمكن أنه يتناقش. وأريد أن أقول ختاما أنه في المجتمع الثورة التونسية عندها نوع من الفلسفة، سبقنا السياسي، مازال التنموي، القضايا الثقافية المجتمعية كثيرة لها منطقها الخاص، هذه ربما تسعى بعد 3 بعد 4 سنوات بعد 5 سنوات المجتمع يشعر له تنميته تقدمت. يمكن أن نتناقش معنا المواضيع هذه في سياقات 2019، ربما يصبح الموضوع معنا كبير. أنا ندائي فقط للإخوة المشتغلين بالأبحاث الأكاديمية ياخذوا مسافة من التواضع أيضا، ويعتبروا أن الإسلاميين رم بشر وأذكياء، بل أنا أقول أنه أكثر أطراف يتطورون، ليس سياسيين تكتيكات، لا لا لا، حتى فكريا هم هؤلاء. وبالتالي ربما منطقتنا ماشية الديمقراطية وماشية الحداثة وماشية الغير، لكن ربما هذه ما بين الخصوصية والكونية، لنترك لأنفسنا فسحة من هذا السؤال، نخرج من الإمبريالية متاع موازين قوى دولية في وقت من الأوقات فرضت منا أشياء ونحن تبنيناها أحيانا رغما عنا، لنترك لأنفسنا فسحة للانخراط في الأسئلة الكونية.
شكرا لك. شكرا. إذا بعجالة الأستاذة سلوى والأستاذ حيدر للتفاعل مع ما قيل. شكرا بعجالة. أيضا الأستاذة الفياض ملاحظة فقط يعني تفاعلا مع ما قلتي، هو الإشكال في آخر الأمر يتأتى من مسألة ذكرتيها، وهي أن هناك من يعتبر وأن الديمقراطية هي مسألة شكلية، يعني أن الديمقراطية جيدة وعنصر هام في الحداثة لأنها تمكن من الوصول إلى السلطة، وهناك من يقف عند هذا الحد، يعني هناك من يرى أن الديمقراطية هي مسألة التداول على السلطة والانتخابات النزيهة إلى غير ذلك، ويقصي أو لا يعير نفس الأهمية للمفهوم المادي للديمقراطية، يعني أنه لا يكفي أن أكون منتخبا حتى أكون ديمقراطيا، يجب أن أكون منتخبا، هذا متفقين، ولكن هناك الحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان، من احترام التعددية، وهذه عبارة جوهرية في كل الأنظمة الديمقراطية، التعددية في جميع المجالات، في المجال الديني، في المجال الثقافي، في المجال السياسي، في المجال الأخلاقي، في جميع المنظومات الفكرية، هذا جوهر الديمقراطية في نظري. دونك هذا في علاقة بما تفضلتي به. سي جلاسي سامحني أنا وي ماكش نايب، أنا متخيل أنك مواطن في مجلس النواب الشعب، قلت سلطة تشريعية، ذاك علاش راه لا أنا في ذهني وكأن ظنيتك نائب. دونك نعتذر على الخلط هذايا. الانزلاق هو تم في نقاش، انت اظن ما استمعتش المحاضره نتاعي اللي اكتفيت بها والتزمت فيها بما طلب مني، وهو الاصول الاصلاحيه لمساله الحريه في تونس، ولكن لا باس نفضل شويه التجاذبات هكا خير من الركود وخير من الراي الواحد والصوت الواحد. الان حول ما اعتبرته انت مشكله منهجيه، يعني هل الحداثة وصفة يعني وحيدة أم مسارات متعددة؟ بالطبع سأقول لك مسارات متعددة. أنا عندي مثال، وإحنا في تونس أظن وصلنا إلى هذا، أنا كي نقرأ الفصل السادس من الدستور التونسي نفهم أنه مسارات متعددة الفصل السادس، لأنه في نفس الوقت يضمن الدولة راعية للدين، وفي نفس الوقت يضمن حرية الضمير، وفي نفس الوقت يمنع الاعتداء على المقدسات، وفي نفس الوقت يمنع التكفير، أي ودولة مدنية والإسلام ودينها في فصل أول، وفي التوطئة المقاصد الإسلام وكونية حقوق الإنسان. هذا أظن يعكس أنه هناك مسارات متعددة، يعني ما فماش حد جاب انغسيت وقال هذا ما يتم في بلاد ذي ولا في العالم هكا إجا أون بلاك هذا على تونس، وهذا غير ممكن ولا ينجح حتى لو قمنا بهذا. ولكن في هذا التعدد هناك حد أدنى، هناك سكون أبيلا نويو دور، معناه ما نجموش نقوله في التعدد أو في الخصوصية ألغي حد أدنى من المساواة من الحرية، وهي جوهر النظام الديمقراطي. ما نجموش ستان شواء، معناها نجم تقول لا نرفض الديمقراطية ما توالى منيش في المجتمع متاعي، أما إذا خذيت الديمقراطية نقبل الحريات، نقبل حرية المعتقد، نقبل المساواة بين النساء والرجال، نقبل كل هذا. دونك هذا يعني أظن نجاوب ولو جزئيا على التساؤل متاعك. انت قلت ماكش تحدث تقريبا في السياسه، وبعد مشيت ل 13 2017 النقطه الاولى خلفيه تحديثيه ام انتخابيه؟ انا سؤال هذا تسالتي كل ما تعدى في الراديو ولا في التلفزيون تسالني، وخاصه كي تعملت اللجنه. انا شو نقول؟ انا نقول ما يهمنيش حتى كانت خلفيه انتخابيه. نفترض وهذا هو الراي، نفترض انه الخلفيه مش تحديثيه، يا سيدي خلفيه انتخابيه، ومهما كان اللي باش تكون عنده المقترح هذاك انا ساتفق معه. علاش؟ لاني ما نتفقش مع شخص. انا شنو النتيجه اللي باش تهزني؟ باش تهزني للمساواه، اذهب الى المساواه بقطع النظر عن خلفيه. الخلفيه تناقش على مستوى السياسي، ولكن انا اللي يهمني كامراه وكمدافعه عن المساواه ان نذهب الى المساواه وان تتحقق هذه المساواه. النقطة الأخيرة حول الإحساس بالاستهداف، أنت قلت حاجة ضرت لي اختيرها شوية كمان، خاطر قلت finalement c'est la perception et la perception elle est définitive en politique. لا بالعكس، يجب أن
نلغي هذا الشعور أو أن نعمل على إلغاء هذا الشعور بأن الإسلام مستهدف، وهذا مسؤولية الجميع. أولا بالقول أنه ما فماش طيف أو صنف أو مجموعة لها إكسكلوزيفيتي باش تتحدث على الإسلام أو باش تتحدث باسم الإسلام أو باش تدافع على الإسلام. احنا عندنا معطى اجتماعي، تونس دولة أغلى الغالبية العظمى بتاع شعب متاعها مسلم، ولكن شنو اللي ما يتقالش وهذا أنا نفكر فيه، هو أنه التوانسة متعدين حتى في طريقة إسلامهم، حتى في طريقة رؤيتهم وقراءتهم للإسلام. أنتم تشوفوا فما توانسة دي براتيك، اللي يصلي وفما اللي ما يصليش، اللي يصوم واللي ما يصومش، اللي ما يعني، ولكن أغلبهم مسلمين. هذا هو، إذا قبلنا أنه ما فماش كون ناطق باسم إسلام ما اللي يحب يفرضوا على الجميع، نتفقوا في هذا. ما فماش شكون اليوم يجي يقول هذا الإسلام اللي لازمكم تتبعوه، لا، كلنا تخلقنا مسلمين، توجدنا مسلمين في مجتمع مسلم وتربينا على قواعد الإسلام إلى غير ذلك، ولا معناه يجب التوانسة يجبنا نتخليه على هذا التلقين أو كأنه نريد استبدال خلق حاجة ماهيش موجودة في الدين متاعنا اللي هي البابوتي اللي ماهيش موجودة في سلطة الكنيسة أو الكهنوت إلى غير ذلك، وهذا غير موجود في تونس، ويجب أن نعمل على التقليص من هذا. سمحني جوست خطر اللي قالوا هام جدا يقول الإحساس بالاستهداف، راه ما كانش عفوي، راه الإحساس التوانسة بالاستهداف ما كانش عفوي، لأنه هناك من قال لهم ردوا بالكم راهم باش يفرضوا عليكم ندرا شنو وراهو جايبين كذا وراهو هذا مخالف للإسلام. دونك إذا عرفنا الخلل منين أظن نجموا نواجه الخلل. ها نعم، اللي قللهم منهم من الشعب. لا، مش قوى سياسية، مانيش نحكي على القوى السياسية. كي تجي الأئمة، سامحني، يجي إمام بالسلطة المعنوية متاع الأئمة، لا، سبحان الله، متفقين الكلهم في جميع الخطب لمدة ترى قداش من جمعة، وهما يحكيوا كان على تقرير، نفس الأئمة اللي عمرهم ما قالوا للرجال أعطيوا بايختكم اللي يقول به الشرع. عمري ما سمعت إمام في حياتي لتوا يقول أنه يطلب متوانسة أنه يعطيوا للبنات الحد الأدنى اللي تحدثت عليه حتى الشريعة الإسلامية. دونك في حين أنه بعد التقرير ولو الأئمة الكل مهتمين بمسألة الميراث ويتحدثون عن هذه المسألة. دونك الاستهداف هذا تم خلقه لدى غالبية المجتمع التونسي. شكرا. أنا عندي بس يعني مناقشة مع إشكاليتين يطرحها الأستاذ الإجلاسي، وهما مسألتان، يعني إشكاليتان فكريتان كبيرتان الحقيقة. الأولى هو علاقتنا بالنماذج الغربية، يعني كانما هناك قدح بأن تأخذ مجتمعاتنا أو حتى دولنا من بالنماذج الغربية، هكذا فهم، يعني مرات يقدح. يعني أنا شخصيا أعتقد بالنهاية نحن وضعنا الحضاري لأن نحن حضارة مستهلكة، مو بس نأخذ بدءا من الملابس، وحتى النظام السياسي، النظام الدستوري والبرلماني والفصل بين السلطات، وبالنهاية كلها نتاج التجربة الغربية. ما أسعى إلى أن نحاوله هو أن نعرف هذه القيم بوصفها قيم الكونية، مو بس إحنا المهم، وكذلك الغرب يجب أن يعرف هذه القيم بوصفها القيم الكونية، ونشارك نحن في إنتاجها. يعني دائما في لحظة من اللحظات تبدو هذه القضية كأنما تمس هويتنا، وأنا أعتقد الدفاع عن الهوية له مسالك أخرى، مو بالضرورة قانون الأحوال الشخصية ومسألة الدفاع عن الهوية. قضية ثانية، قضية التعامل مع الإسلاميين. أنا أتفق، يعني سواء على مستوى الباحثين أو حتى على مستوى الناشطين، كثير من العلمانيين وأنا منهم، يعني دعني أتحدث بهذا الشكل الصريح، يتصورون أنه خلص هناك موقف من الإسلاميين. يعني أنا أقول بالنهاية من عارض الجزء الأساسي من معارضة الاستبداد خلال 4 عقود كانوا هم الإسلاميين بشكل صريح، من المغرب إلى العراق، يعني بعد نهاية اليسار ونهاية الحركة القومية، الفضاء الاحتجاجي الأساسي لأنظمة الاستبداد كانوا الإسلاميين. بس في أطراف علمانية كثيرة حتى على مستوى النخب، مو بالضرورة على مستوى حركات سياسية، كأنما احنا وصلنا إلى مرحلة أنه خلص أنتوا أديتوا دوركم التاريخي،
مع السلامة ونحن علينا أن نستلم الحكم. لكن بالمقابل أنا أعتقد أنه على الحركات الإسلامية أيضا عليها واجب والتعامل بجدية مع سؤال الديمقراطية والتحديث. يبدو للكثيرين أنه إلى الآن الحركات الإسلامية لم تطلع عطى بشكل جدي. كما قلت ما يحدث هو شكل من أشكال التكيفات، واللي نرجع مرة أخرى إلى ما سميته ديمقراطية السياسة وأسلمة المجتمع. أنا ما أعطوا لأن أربكني سيموني فصار يجب أن أقطع الجملة. شكرا. الأستاذة سلوى والأستاذ حيدر، إذن الشكر أيضا لمجلة عمران، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، للأستاذ مولدي الأحمر على إتاحة هذه الفرصة للنقاش والخوض في هذه المسائل الخلافية ولكنها أيضا الأساسية في إذن تأسيس لمجتمعات يعني تقبل التعددية، تقبل الاختلاف. إذن استراحة قهوة يظهر لي 15 دقيقة وبعد أقل والرجوع بعد ذلك للتقرير الختامي. شكراً.